الخير على حضراتكم في كل مكان، حلقة جديدة من مفتاح الحياة. طبعا أكيد لازم أهني وبارك لكل المصريين بمناسبة انعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد. كده إحنا الحمد لله أتمينا خارطة الطريق بالمراحل الثلاثة، ولكن يبقى دايما السؤال موجود: هل إحنا أتممناها بنجاح؟ أعتقد أنه الأيام وحدها هي اللي تقدر تقيم لنا هذه التجربة. ده بالنسبة للسؤال الأول، وهو سؤال بريء جدا ومشروع جدا. سؤال تاني: هل إحنا اتعلمنا من أخطاء الماضي؟ موشي ديان بيقول العرب لا يجيدون قراءة التاريخ. هل إحنا قرينا التاريخ وتعلمنا منه علشان نثبت عدم صدق هذه المقولة؟ في 2010 جاءت انتخابات البرلمان مزورة، تزوير فاضح، وزي ما بنقول كده كان في تدخل خشن من الدولة وأجهزة الدولة. الحمد لله احنا اتعلمنا المفروض من الخطأ ده، وخرجت انتخابات برلمان 2016 بدون تزوير. وما اعتقدش ان اي معارض يقدر يقول انه الانتخابات شهدت تزوير او انتهاكات فجة. لكن على جانب آخر، انتخابات 2010 شهدت سيادة مبدأ التكويش والهيمنة والإقصاء وفرض الصوت الواحد اللي كان بيعتبر أهم سمات برلمان الحزب الوطني. هل هذه الخطيئة السياسية الكبرى تكررت في برلمان 2016 بهذه الصورة أو بصورة أخرى؟ في 2012 كان برلمان الإخوان، اللي هو إحنا بنسميه برلمان بما لا يخالف شرع الله، كانت الخطيئة الكبرى هي التكويش والهيمنة والسيطرة والأخوانة. تاني، هل هذه الأخطاء كررناها النهاردة بطريقة أو بأخرى؟ طيب، إن كنتوا أجبتوا على السؤال هل أنتم صادقين في هذه الإجابة؟ أتمنى نعم. أنا بطرح الأسئلة دي ليه؟ أنا ما عنديش إجابات قاطعة عليها أكيد، لكن أنا هسيب الرد للأيام وللخبراء وللبرلمانيين وللسياسيين وغيرهم ممن يهمهم الأمر. لكن أنا عايزة أفكر حضراتكم بحاجة، إنه الفعل السياسي الوحيد اللي نجحنا فيه على مدار السنين اللي فاتت كان لما جميع القوى السياسية المدنية تحالفت للوقوف في وجه الفاشية الدينية، اللي هم الإخوان الإرهابية وأهلهم وعشيرتهم وقبيلتهم ومن على شكلتهم، لما تحدينا كلنا الظروف واتحدنا في مشروع اسمه جبهة الإنقاذ نجحنا. لما كان للجميع صوت واحد والكل بيشارك نجحنا. إمتى بقى بيحصل الفشل؟ بيحصل الفشل لما طرف واحد يحاول فرض كلمته وهيمنته وسيطرته بطريقة أو بأخرى، ولما اللي موجودين يتحولوا الكومبارس، اللي موجودين بقى في أي مكان، في البرلمان، في الحياة السياسية، في الإعلام، في الشارع، في أي مكان يتحولوا لكومبارس، كل واحد عارف الدور اللي هيطلع يقوم بيه ويتحاسب ياخد اللي فيه النصيب آخر الليل ويروح، مع احترامي طبعا للكومبارس. أنا عايزة أقول كمان إن البرلمان ده عبارة عن طابق في بناء متعدد الطوابق اسمه الدولة المصرية. الدولة المصرية الكبيرة قوي، العريقة قوي، العظيمة قوي. أساس هذا البناء والعماد الخرساني اللي شايل هذا البناء اسمه الدستور. لو مش شايفين ان الاساس سليم، يبقى اي طابق اخر مهدد بالانهيار، او المبنى كله مهدد بالانهيار لقدر الله. من اهم الاسس اللي قايم عليها الدستور احترام الثورتين اللي قام بيهم المصريون ضد الفساد والفاسدين وضد الفاشية. أنا بتكلم على ثورتي يناير ويونيو. هل إحنا بنتعامل مع ثورتنا زي ما الكتاب بيقول؟ الكتاب هنا أقصد الدستور
ولا لأ؟ طب انظر حولك، هتلاقي ببساطة شديدة وبتجرد شديد وبمتابعة بسيطة، المسألة مش محتاجة تدقيق يعني أو تركيز، هتبص سيادتك تلاقي أن أجهزة الدولة على اختلافها بتكره 25 يناير وتنتصر لكل ما هو ضدها برضو بطريقة أو بأخرى. ما هو إحنا ما وراناش غير إحنا طول الوقت ماشيين نعمل كده. مش بس كده لأ، كمان بتحاول تخطف مننا 30 يونيو علشان يبقى عندنا 25 يناير ثورة شعب خطفها الإخوان، وثورة 30 يونيو بيحاول يخطفها البعض من المنتمين لمرحلة ما قبل يناير 2011. وكأن إحنا المصريين مكتوب علينا إن إحنا كل ما نعمل ثورة تتسرق مننا. أنا عايزة بس أنبه حضراتكم لحاجة، للناس اللي هم ضد 25 يناير، تعالوا هروح معاكم المشوار اللي انتم مصرين تروحوه، ما هو يعني هخليني معاكم للآخر. تعالوا نفترض ان انتم مش مقتنعين ان ثورة 25 يناير ثورة قام بها المصريون، وان في عناصر هي اللي قامت للثورة دي بالطريقة دي بالأشخاص دي في التوقيت ده عشان نوصل للنتيجة دي. هروح معاكم المشوار ده، ولكن إذا كان أنتوا بتعتبروا أن هذه الثورة مخلقة يعني مفعولة وما كان لها أن تحدث بهذه الطريقة في هذا التوقيت، لكن بعد ما هؤلاء الأشخاص اللي أنتوا بتتحفظوا عليهم نزلوا، في مصريين مجردين نزلوا بحلم العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، لأنه ده كان ميراث تراكمي. الناس كان عندها كبت سنين، كان عندها قهر وظلم وإحساس بأنه مفيش فايدة. لما لقيوا بادرة أمل نزلوا. يكفي أن 2000-3000 مليون 2 مليون مصري مجرد نزلوا. في الآخر عندي في مصريين مجردين مش شايفين قدامهم غير مصلحتهم، مصلحة ولادهم، مصلحة البلد دي، نزلوا الشارع بالفعل. كده بقت ثورة حتى لو أنتم مش مقتنعين بيها من الأول. يبقى أنا هنروح المشوار من أوله، آدي الثورة وادي اللي عملوها وادي اللي نزلوها المصريين وادي اللي سرقوها وادي اللي هي ونصيبها بقى. الناس خرجت في 30 يونيو ضد الفاشية الدينية وضد حكم المرشد وضد الحكم الديني. ما ينفعش ان احنا نيجي النهاردة نطبطب على المتشددين والسلفيين ونعمل لهم حساب ونطارد كل صاحب رأي اجتهد بيحاول ان هو يجدد في خطابه الديني او يفكر فيه. في قاعدة فقهية اسمها درء الحدود بالشبهات، وفي قاعدة تانية بتقول ان المجتهد اذا اصاب له اجرين واذا اخطأ له اجر. وربنا في القرآن بيكلمنا سبحانه وتعالى دايما بيقول لنا يا اولي الالباب افلا تعقلون افلا تتفكرون، يعني شغلوا ده أمر إلهي مباشر بأعمال العقل. فإذا التفكير مش حرام إن أصبنا بها ونعمة، وإن أخطأنا يكفينا شرف المحاولة. عندنا المجتهد لما بيخطئ بيدخل السجن. ليه هو أنتوا عايزين الزبط؟ إرضاء لفئة ضالة ومضلة متشددة نسيت إن الدين يسر لا عسر فيه. الأهم نسيت الدولة المصرية ان الشعب خرج في 30 يونيو ضد هذه الفئة اللي بتحاول تفرض علينا الوصاية، ولسه عمالين نطبطب وندلع. نانسي عجرم جميلة مفيش كلام، بس سياساتها ما تنفعش معانا دلوقتي، مش في السياسة عندنا الكلام ده. ثورة يونيو ما كانتش بس ضد الإخوان، ثورة يونيو كانت ضد كل من يحاول ان هو يفرض الوصاية، اي نوع من انواع الوصاية. وقتها كان وصايا دينية على المصريين، زي ما ثورة يناير ما كانتش بس ضد مبارك والحزب الوطني، لكنها كانت ضد كل حاكم افتكر ان مصر عزبة ملكه وملك اللي جابوه وبيبيع ويشتري فيها وبيورثها لولاده من بعده. الناس خرجت في يناير عايزة حرية وكرامة وعدالة اجتماعية وعيش. ما ينفعش نيجي النهاردة نمسح كل ده بأستيكة. ما ينفعش اطلع انا النهارده اقول انا مقتنع قوي بثوره يناير واروح لاولادي في البيت اقول لهم قولوا لا. ايه الازدواجيه دي؟ ليه؟
ما ينفعش الدولة ممثلة في الرئيس تقوم بعمل محترم جدا ويؤكد الرئيس احترامه ليناير وتقديره للشباب اللي قام بالثورة وللمصريين اللي قاموا بالثورة، ويؤكد ان الشباب هم عماد الدولة المصرية اللي بيعتمد عليهم في بناء المستقبل، ونيجي من ناحية تانية ننسف كل ده بإجراءات وخطوات ضد كل ما نادت به الثورة. في بس لقطة مهمة احنا كنا عايزين نركز عليها. التليفون موجود معاكم يا شباب؟ ليه؟ طيب كان يوم الاحتفال بيوم الشباب، شفنا طبعا مشروعات اللي اتعملت لتمكين الشباب، شفنا النماذج الهائلة اللي الرئاسة سلطت عليها الضوء من شباب تحدى الظروف الصعبة، بل كمان أستطيع أني أقول شباب تحدى المستحيل علشان يقدموا للناس نماذج ناجحة، علشان الناس تعرف أن في أمل في بكرة، وأن الصعوبات مهما كانت طالما عندك إرادة هتعديها وهتقدر أن أنت تبني مستقبلك اللي أنت بتحلم بيه. لكن من ناحية تانية وفي نفس اليوم الحقيقة اللي حصل أنه في صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على أن هي صور قاعة بروفات الأوركستر أثناء إجراءات التفتيش لتأمين دار الأوبرا استعدادا لوصول السيد رئيس الجمهورية. دي الصور اللي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن أكيد اللي هيشوف الصور دي هيتبادر إلى ذهنه سؤال مهم جدا: هل هكذا يكون التأمين؟ هل هكذا يكون التعامل مع الفن والفنانين؟ هل هكذا يكون التعامل مع البني أدمين؟ احنا الحقيقة حاولنا ان احنا نتواصل مع احد المسؤولين، فتواصلنا بالفعل مع المتحدث الاعلامي باسم دار الاوبرا الاستاذ محمد حسني عشان نحاول نعرف منه ايه هي حقيقة الصور دي. فمن حوالي يعني 3-4 ساعات رد علينا بالفعل وقال لنا ان الصور دي لا مجال لها من الصحة وان ده مش حقيقي وان الكلام ده ما حصلش. حاولنا ان هو يدخل معانا على الهواء دلوقتي عشان برضو يأكد المعلومة لحضراتكم، تليفونه مشغول على طول بس احنا لسه ما زلنا بنحاول معاه. المهم بس انا اللي يهمني وما يعنيني انه قدامي صور بيتم تداولها، فعايزين نعرف حقيقة ام لا من الناس المسؤولين في دار الاوبرا. ان كانت حقيقة تبقى مصيبة، وإن كان لأ يبقى أحسن حاجة حصلت إن اتقال لأ. تمام؟ كلمة أخيرة بس قبل ما انهي الجزئية دي. أعتقد وإحنا على مشارف الاحتفال بذكرى ثورة يناير اللي قام بيها المصريين، لازم نحسم ملف الشباب المسجون بسبب قانون التظاهر. رغم اعتراضي على كتير من تصرفاتهم وعلى تحديهم الصارخ للدولة وللقانون، لكن ولادنا في البيت لما بيغلطوا ما نقدرش أبدا إن إحنا نحبسهم أو نأذيهم أو نعلق لهم المشنقة. بنتكلم معاهم لأنهم ولادنا في الأول وفي الآخر، رغم اقتناعي إن في منهم كتير من الشباب مغرر بيه لسبب أو لآخر، في البعض ممن يعملوا لصالح فصيل ضد الدولة بعلمهم أو بعدم علمهم، لكن في منهم اللي اتظلم، اللي اتاخد في الرجلين زي ما بيقولوا، وفي كتير على فكرة. الملف ده لازم دراسته ودراسته بعناية والانتهاء منه في أسرع وقت ممكن أرجوكم، والملف ده يتم دراسته ما بين الرئاسة والأجهزة الأمنية المعنية والقضاء فقط ونقطة، مش من أي جهة أخرى، مش من اختصاصها إنها تيجي تحط لنا معايير تقولنا فيها مين يخرج بالسجن ومين ما يخرجش ويتشدقوا بده على شاشات التلفزيون. بلاش استفزاز أرجوكم، بلاش استفزاز. مش صح إن الشباب اللي قام بالثورة يجي عليه يوم ذكرى أخرى للثورة وهو في السجن. مش عايزين مغرضين يثيروا بينا فتن ويقولوا دول محبوسين لأنهم قاموا بثورة عشان تتعلموا ما تعملوش ثورات تاني. مش عايزين الرسالة توصل كده، مش عايزين حد يتريق علينا ويقول لنا بكرة تعرفوا زماننا من زمن غيرنا وما يعرفش قيمة هم ولا اللي يشوف مرات أبوه زي ما بيقولوا. بلاش كده، بلاش كده، وخلينا يعني نتعامل مع الأمور بشكل أولا أكثر سرعة. الوقت الطويل عمره ما كان في صالح حد. في يوم من الأيام كان لنا تجربة أتمنى نكون كانت عينينا عليها كويس قوي، إنه
بطء الردود وبطء رد الفعل كان سبب في كوارث. فياريت ان احنا بس نذاكر تاريخنا كويس، تاريخنا القريب، مش هقول ان احنا نبعد كتير عشان ما نتعبش. تمام، خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني نكمل الكلام. الجلسة الأولى من انتخابات مجلس النواب انعقدت، وفيها تم انتخاب الفقيه الدستوري الدكتور علي عبد العال رئيسا للمجلس، والنائب محمود الشريف وكيلا للمجلس. وبعد منافسة شديدة تأجل حسم منصب الوكيل الثاني أو نائب وكيل المجلس للجلسة الثانية اللي عقدت النهاردة، وفاز فيها بالمقعد النائب سليمان وهدان متفوقا على النائب المخضرم علاء عبد المنعم بفارق 4 أصوات فقط. تعالوا مع بعض بس نشوف التقرير ده عن الجلسة الافتتاحية اللي هتنعقد بعد أيام، ونرجع نكمل كلامنا شوية كتير عن البرلمان واللي فيه. تفصلنا عن انعقاد الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2016 التي سيحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتطلع الأنظار إلى أول بيان سيلقيه رئيس الجمهورية منذ توليه المسؤولية داخل مجلس النواب المصرية والذي تتجه له جميع الأنظار في العالم. البعض يرى أن هذا البيان سيتضمن كثير من الرسائل على المستويين الداخلي والخارجية، وسيحمل معاني هامة وتكليفات واضحة لحكومة الدكتور شريف إسماعيل ونواب البرلمان من المنتخبين والمعينين. ونحن على أعتاب البدء في تنفيذ الاستحقاق الأخير من استحقاقات خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية. إنني أؤكد على أهمية هذا الاستحقاق الذي سينتج لنا مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية والدور الرقابي وصوت الشعب. وتشهد قاعة مجلس النواب تاريخا طويلا من كواليس الجلسات الافتتاحية لرؤساء مصر على مر العصور، فرئيس جمال عبد الناصر استطاع أن يستغل بيانه تحت قبة البرلمان في الفترات ما بين عام 1956 وحتى عام 1970 للوصول إلى جميع الطبقات في المجتمع المصري من خلال الإعلان عن العديد من المشروعات القومية. وما بين حديثه عن ثورة يوليو في عام 1952 وانتكاسة يونيو عام 1967 نجد كثيرا من الاختلاف في لغة الخطابة لعبد الناصر. لقد أثرت أن أجيء اليوم إلى مجلسكم المؤقت بغير نص مكتوب كامل لحديثي معكم، وذلك عن اعتقاد بأن نوع الحديث الذي نحتاج إليه اليوم هو حديث القلب للقلب، وهو حديث لا بد له أن يكون مفتوحا. ربما يكون الرئيس محمد أنور السادات هو الأوفق حظا في استخدام لغة الخطابة الفصحى في كل بياناته التي ألقاها تحت قبة البرلمان، ولما لا فرئاسته للبرلمان خلال تولي رئيس جمال عبد الناصر مسؤولية البلاد جعلته يدرك أهمية المؤسسة التشريعية ودورها في رصد نبض الشارع، الأمر الذي جعله يخاطب الشعب المصري داخليا والدول خارجيا من تحت قبة البرلمان. أعلن لشعبنا ولأمتنا العربية كلها أن قرون التخلف والهزيمة قد انتهت، بعد أن حققت القوات المسلحة في مصر وسوريا تؤيدها قوات الشعوب العربية أول نصر حقيقي للعرب منذ عدة قرون. ربما يختلف
يختلف الأمر كثيرا خلال مرحلة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث أخذت منحنى الصعود والهبوط، وكانت أغلبها رسائل طمأنة للشعب المصري دون تحقيق هذه الوعود على أرض الواقع. إلا أن المسائل زادت صعوبة في السنوات الأخيرة من حكم مبارك للبلاد، وتسجل مضابط مجلس الشعب جملته الشهيرة التي ألقاها في بيان افتتاح جلسات مجلس الشعب عام 2010، حينما تحدث عن البرلمان المغازية ووجه كلامه للمعارضة مازحا مع نواب الحزب الوطني. خليهم يتسلوا. لم تشهد مضابط جلسات البرلمان سوى خطابا وحيدا ألقاه الرئيس الأسبق محمد مرسي تحت قبة البرلمان خلال فترة توليه رئاسة البلاد، باكتمال تشكيل برلمان ثورة يونيو وإلقاء الرئيس السيسي لأول بيان له منذ توليه مسؤولية البلاد تحت القبة. تكتمل الخطوة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريقة، والتي تم الإعلان عنها في يوليو عام 2013 عقب انهيار حكم الإخوان. حقيقة قبل ما نقفل ملف البرلمان، أنا عايزة بس أشير إلى أن الجلسة الأولى من البرلمان شهدت لقطات لا تليق ببرلمان أعرق ديمقراطية في الشرق الأوسط. بلدنا دي هي أول دولة أو من أول الدول اللي تعرف البرلمان في الشرق الأوسط، في المنطقة العربية وفي أفريقيا كلها. حصل لقطات ما يصحش إن هي تخرج من نواب الشعب بعد ثورتين. اللقطات دي وللأسف الألفاظ الخارجة اللي سمعناها تخلينا نسأل سؤال بشوفه كمان مشروع، رغم إن أسئلتي بقت بتزعل ناس كتير اليومين دول، بس مش دي المشكلة. هل مثل هذه المشادات واللقطات والألفاظ هتتكرر في مسيرة البرلمان؟ يعني احنا هنكمل على كده؟ والأهم كمان، مع الصلاحيات الواسعة اللي أصبح البرلمان بيتمتع بيها بحكم الدستور، هل هنشوف مشادات ما بين النواب والحكومة بشكل فج أو خارج النص؟ أنا أتمنى لا، لكن التقرير ده بنحاول من خلاله ان احنا نتعلم من اخطاء الماضي عشان ما نكررهاش تاني. ليه بقى؟ لان لو كررناها تاني اعتقد انه اول حد المفروض يحاسبنا هو الشعب اللي انتخب الناس دي. شكل العلاقة بين نواب برلمان ثورة يونيو وحكومة الدكتور شريف إسماعيل؟ سؤال يشغل بال الكثيرين، خاصة مع اختلاف الرؤى والأيديولوجيات بين النواب الأحزاب الممثلة تحت القبة بواقع 19 حزب سياسي وآخرين مستقلين. البعض يرى أن هذا الاختلاف قد يؤدي إلى عودة مشاجرات الحكومة والبرلمان ومشاجرات بين النواب، فمعارك النواب تحت قبة البرلمان منذ مرحلة السبعينيات ولا تنتهي، أشهرها الخناقة الشهيرة بين الشيخ محمد متولي الشعراوي والذي كان يرأس وقتها منصب وزير الأوقاف والنائب الشيخ عاشور محمد نصر عن حزب الوفد، وذلك بسبب الاستجواب الشهير الذي تقدم به النائب عادل عيد مستقلة حول الفساد داخل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهو ما رفضه الشعراوي قائلا: هذا الدور يجب أن يلعبه مجلس الشعب، وهو لم يتحرك من خلال آليات الرقابة الخاصة به لمواجهة هذا الفساد. مرحلة الثمانينات والتسعينيات اختلفت من حيث الشكل والمضمون، ففي الثمانينات شهدت المعارضة قوة غير مسبوقة، وخلال الفترة من يونيو عام 1984 وحتى أكتوبر عام 1990 والتي تولى فيها الدكتور رفعت المحجوب رئاسة المجلس، شهدت قاعة مجلس الشعب استجوابات قوية من الوفد ظلت محفورة
الصورة في أذهان كل المتابعين للعمل البرلماني، وكادت أن تطيح بالحكومة آنذاك لولا اصطفاف الأغلبية من نواب الوطني المنحل. أشهر هذه الوقائع واقعة الخناقة الشهيرة بين وزير الداخلية زكي بدر وأحد نواب الوفد، وذلك للرد على الاتهامات الخاصة بالتعذيب في السجون، وهو الأمر الذي رفضه نواب الوفد ودفع النائب علي سلامة بالصياح لإسكات بدر. اقعد يا علي، اقعد يا علي، اقعد يا علي، اقعد يا علي استاذ علي. طب اقعد. الله، طب معلش يا استاذ علي، طب اقعد يا استاذ علي، اقعد يا استاذ علي، اقعد يا علي يا استاذ علي، اقعد يا علي باشا، علي باشا، ما تقعد يا علي باشا، اقعد يا استاذ علي. الغريب أن أشكال المشاجرات اختلفت بين النواب بعضهم وبعض، خاصة مع تغول الأغلبية الميكانيكية بالحزب الوطني داخل البرلمان. بداية كوميدية شهدها برلمان 2016، والذي انطلقت جلساته أمس، حيث برزت فيها مشادات من جانب بعض النواب في الجلسة الإجرائية لانتخاب رئيس المجلس والوكيلين. كانت البداية مع تقديم طلب من عدد من النواب بإعادة النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للقسم الدستورية لمخالفته لنصه، وتجددت المعارك بعد انتخاب الدكتور علي عبد العال رئيسا لمجلس النواب، وذلك حينما اقترح على النواب تأجيل عقد جلسة انتخاب وكيلي البرلمان لجلسة اليوم الاثنين، إلا أن النواب أكدوا أن ذلك مخالف للدستور. يقترح على حضراتكم تأجيل انتخاب الوكيلين لجلسة الغد. لو سمحت. وإزاء حالة الهرج والمرج، اضطر عبد العال إلى إجراء الانتخابات، وانتهت الجلسة في الثانية من صباح اليوم. طيب، بمناسبة بقى اللي بيحصل واللي احنا شفناه برضو، يعني في شيء ما بيحدث الآن تحت قبة البرلمان حالا. احنا بنحاول ان احنا نتواصل مع الزميلة العزيزة والصحفية البرلمانية ولاء نعمة الله. الجلسة النهاردة شهدت حالة من الهرج والمرج والخلاف الشديد ما بين رئيس البرلمان والنواب، وخاصة بعد إعلانه تشكيل 7 لجان للائحة الداخلية و6 لجان لمراجعة القوانين، اللي لو تتذكروا حضراتكم كانوا 400 قانون اللي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقتها كان الرئيس عدلي منصور. المفاجأة أنه تم تشكيل هذه اللجان بدون مشورة الأعضاء، طبعا مما أثار حالة من يعني الخلاف الشديد والهرج والمرج تحت قبة البرلمان. معانا الزميلة ولاء نعمة الله. مساء الخير يا ولاء. مساء النور استاذة إيمان، طمنيني عليكي، ويعني حدثيني عما يدور الآن تحت قبة البرلمان، وما هي أسس هذا الخلاف وإلى أين وصل؟ يبدو ان احنا نشوف الحقيقه في هذا دور الانعقاد الاول لبرلمان 2016، يعني مزيد من المشاحنات والمشاجرات تحت القبه، وده على خلفيه الحقيقه كل ما دار من بدايه من الجلسه الاجرائيه بالامس وحتى هذه اللحظه اللي بكلمك فيها وانا موجوده في البرلمان. تمام، خليني اقول لك ان الجلسه النهارده شهدت انتخابات الوكيل الثاني، واللي فاز فيها طبعا يعني تم اختيار الوكيل الثاني، وبالتالي تم اختيار او تحديد هيئه مكتب المجلس. تمام، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب رفع الجلسه مده 2 ساعة، رغم ان هو كان اعلن ان هو هياخد يعني فتره لمده 60 دقيقة يرتاح فيها النواب. تمام، ثم يعود لاستكمال الجلسه. اللي حصل ان هو اجى بعد 2 ساعة واعلن ان هو تم تشكيل عدد من اللجان، عددهم بالضبط 6 لجان، لجنه خاصه بالاحه الداخليه في مجلس النواب، وزي ما حضرتك عارفه ان المفروض ان الدستور المصري حدد يعني بنود لم تكن موجوده في اللائحه القديمه لمجلس الشعب. تمام، فبالتالي احنا كنا محتاجين ان احنا نشكل اللجنه ديت لاعداد اللائحه. ايضا هناك 5 لجان اخرى تم تحديدهم وتشكيلهم من احزاب مختلفه وشخصيات مستقله تحت القبه لمراجعه القوانين التي صدرت في عهد الرئيسين
هادي منصور عبد الفتاح السيسي. تمام. المشاجره او المشحنات بدات بعد ما تم اعلان جميع الاسماء واللي اكتشف فيها النواب مفاجات عديده. اولا ما تمش اخبارهم بانهم اسمائهم موجوده في هذه اللجان. لك ان تتخيلي ان مثلا نائب زي محمد انور السادات كان يرأس لجنه حقوق الانسان من قبل في مجلس 2012 موجود اسمه في لجنه الزراعه لمراجعه القوانين الزراعيه التي صدرت في عهد زي ما قلت لك الرئيس السيسي ومستشار عادي منصور. تمام. ايضا الدكتور اشرف العادي والذي كان يرأس مصلحة الضرائب موجود اسمه في لجنة الصحة، وبالتالي حدثت حالة من الخرج والمرض ترتب عليه رفض هذه المقترحات. وحتى هذه اللحظة هل وضع ولاء بعد إذنك، هل وضع رئيس البرلمان هذه الأسماء أو هذه الأطروحات من وجهة نظره منفردا، يعني شار مين قبل ما يضع هذه الأسماء في هذه الأماكن؟ يبدو ذلك، لأن الحقيقة بمراجعة الأسماء اللي احنا سمعناها دلوقتي يعني تكتشف فيه ان في احزاب بعينها متمركزه في لجان واحزاب اخرى غير موجوده بالمره. يعني لو نتكلم وضحي كلامك يا ولاء ارجوكي، يعني انا احب يعني اقول الحقيقه للناس واضحه ومجرده، يعني مثلا لو احنا بنتكلم على كتله اليسار مهما كانت هذه الكتله يا استاذه ايمان تحت قبه البرلمان ممثله بثلاثه او اربعه او خمسه او حتى ست اعضاء يجب ان يكونوا موجودين في اللجان الاقتصاديه. تمام. هؤلاء الاعضاء لم يمثلوا في اللجان الاقتصاديه، اللجان اللي هي اللجنه المعنيه بمراجعه القوانين الاقتصاديه التي صدرت، وبالتالي هناك حاله من الاستغراب الشديد والاستنكار ايضا لمساله وضع هذه الاختيارات. ثم ان رئيس المجلس الحقيقه يعني مع بدايه الجلسه المسائيه اللي انا بقول لحضرتك اللي مؤقتها حتى هذه اللحظه يعني اعتذر بشده عن تاخره، لان هو كان بيتحدث مع الرئيس السيسي في بعض الامور وبيتلقى التهنئه منه. انا بتصور انه مش من الطبيعي ان احنا نقعد ساعتين بيتلقى فيهم رئيس المجلس التهنئه، وبالتالي اعتقد ان الساعتين اللي هو خدهم ما بين الجلسه الاولى اللي انعقد فيها انتخابات الوكيل والجلسه الثانيه اللي المفروض كان هيعلن فيها عن تشكيل هذه اللجان تم اختيار هذه الاسماء. يعني تقصدي يا استاذه ولاء ان هو لم يكن يتلقى التهنئه فقط؟ لم يكن يتلقى التهنئه فقط. تمام. وده بيقول لنا يعني نتيجه مهمه جدا ان احنا ما زلنا بنستجد القرارات وناخذها في غرف مغلقه دون درايه ودون علم للنواب المنتخبين تحت قبه البرلمان، ودي كارثه. ولابد ان احنا نبقى واخدين بالنا من ان لو اديرت الامور بالشكل ده على طوال الفصل التشريعي زي ما حضرتك عارفه ان الدستور حدد ان رئيس المجلس والوكيلين اللي هي هيئه مكتب المجلس يعني بيتم اختيارها لمده فصل تشريعي كامل يعني خمس سنوات. يعني مش من الطبيعي ان احنا نقعد في خمس سنين تصدر القرارات في الغرف المغلقه تصدر بها النواب تحت القبه. تمام. ونرجع تاني لمساله موافقون ورفع الايدي. وننتقل لجدول الاعمال. والله هقول لك ايه، يعني ولاء طبعا اولا انا اشكرك جدا على المجهود الكبير اللي قمت بيه على مستويين، سواء على مستوى تغطيتك المتميزه دايما للبرلمان باعتبار ان يعني استاذه ولاء من افضل الاعلاميات او الصحفيات المختصين بشؤون البرلمان، وغير كده كمان على مستوى برنامج مفتاح الحياه الاستاذه ولاء مدير تحرير البرنامج، شكرا ليكي ويعني بالتوفيق ليكي ولكل الصحفيين اللي الحقيقة هتحدث عنهم النهاردة، لأنه النهاردة أعتقد كان في حالة من يعني الارتباك الشديد أو الفوضى الشديدة، وخاصة بعد فكرة منع الصحفيين من دخول البهو الفرعوني، ودي ظاهرة الحقيقة من وجهة نظري المتواضعة لم تحدث من قبل وما كان لها أن تحدث في هذه الأثناء. يعني أستاذة إيمان تفضل يا فندم. معلش اضافه يعني سريعه، انا عارفه ان حضرتك طبعا لا اتفضلي اتفضلي خليني اقول لك ان كمان في مشاهده مهمه جدا لابد النظر اليها او يعني التمعن فيها. الحقيقه ان في يبدو ان في حاله من الغضب الشديد بيتضار بها جلسات البرلمان منذ اختيار الدكتور علي عبد العال رئيسا
المساعد على سبيل المثال. المستشار سر الصيام وهو مستشار جليل وكان يرأس مجلس القضاء الأعلى. تمام. طلب الكلمة عشان يتكلم ويوضح حقيقة الأمور في مسألة اختيار اللجان. تمام. أنا كان من إن الدكتور علي عبد العال رفض المصطلحات اللي هو قالها وصادر الكلام اللي هو يتحدث عنه، رغم إنه هو أيضا يعني يعتبر قامة قانونية وقضائية. وإيه إيه تحفظه يعني، إيه الأسس اللي هو بنى عليها تحفظاته يعني يا أستاذة ولاء؟ الحقيقة جملة واحدة قالها إن في نواب تانيين عايزين يتكلموا. تمام، فين المشكلة؟ ده أمر غريب جدا، لأن إحنا مفترض إن إحنا داخل المؤسسة التشريعية إحنا كلنا بنساعد بعض. تمام. مش بنحجم آراء بعضنا. تمام. ودي تمام. إشكالية مهمة جدا إن إحنا ناخد بالنا منها في المرحلة الجاية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذة ولاء نعمت الله، شكرا ليكي. الحقيقة يعني لازم الواحد يبلع الكلمتين اللي سمعهم دول. كان نفسي الأمور تسير بشكل أفضل. الحقيقة أنا دايما بقول يا رب خطوة لقدام، يا رب عشان خاطر البلد دي والناس دي، خطوة بقى نبني بيها لله مش نهدم. لكن واضح أننا مش بنتعلم ولا ناويين نتعلم، وهنفضل متبعين سياسة ودن الطين والودن العجين. باختصار، امبارح كانت بداية انطلاق برلمان ثورة يونيو، أو زي ما بنطلق عليه برلمان 2016، أو نسميه ما نسميه، المهم كان عندنا حدث، حدث مهم. لكن واضح والله أعلم أننا هنطلق عليه اسم تاني، اسم مثلا ينفع أفيش فيلم أو مسرحية كوميدية. باختصار اللي جرى امبارح يا حضرات سكتش من فيلم كوميدي، بس الكوميديا السوداء اللي هي يعني ممكن كمان نسميه شر البلية ما يضحك. حقيقي احنا ضحكنا، بس ضحكنا وجوه قلوبنا كنا زعلانين. نواب مشغولين اثناء القسم الدستوري بالحديث في التليفون، ونواب تانيين قاعدين يتكلموا مع بعض وياخدوا ارقام تليفونات بعض ويتصوروا سيلفي. الغريب ان الساده النواب واللي عددهم في عين العدو 596 نايب، اكبر عدد نواب في تاريخ البرلمان المصري من ثوره يوليو، كانوا بيكرروا نفس المشاهد اللي كان مشهوره المشاهد دي جدا عن الحزب الوطني المنحل واللي ادت الى خراب البلد دي. افتكر اني لما كنا زمان واحنا صغيرين، لما كنا في المدرسه، كنا بنستنى اول يوم في الدراسه وبنكون ملتزمين جدا ولبسنا منظم جدا وادواتنا منظمه جدا، سواء في الحضور او الانصات للمدرس اللي هو غالبا برضه بيكون جديد. يعني زي ما كنا بنقول الغربال الجديد له شده زي ما بيقولوا. اما الساده النواب، نواب الشعب اللي صرفوا ملايين في المعركه الانتخابيه، ما قدروش ان هم يقعدوا او يصبروا طول الوقت، سواء في الجلسة اللي خصصت لأداء القسم الدستوري، او حتى في جلسة الإجراءات لانتخاب هيئة مكتب المجلس واللي بتشمل الرئيس والوكيلين، السادة النواب. والحقيقة يا جماعة ده مش كلامي، دي الصور اللي اتنشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونزلت في الجرايد والمواقع الإخبارية. الصور دي والحاجات دي هي اللي بتقول كده. سابوا الجلسة وقعدوا في البهو الفرعوني اللي أنا كنت بتكلم عنه، وتفرغوا بقى للنميمة وأكل السندوتشات بالهنا والشفا وشرب كركديه والسوبيا. الحقيقة أنا ما عنديش مشكلة في أنك يا سيادة النايب، يا سيادة العضو في البرلمان، تخرج علشان تاكل تشرب تروح حمام، كلها حقوق مشروعة جدا، ما أقدرش أمنعك وإلا بقى أنا ست مش مفترية يعني. لكن مش بالطريقة اللي ظهر بيها المجلس امبارح. الحقيقة أن الجلسة المسائية كمان واللي شهدت انتخاب هيئة المكتب كانت أكثر استفزازا، لأن النواب بدأوا أن هم يتباروا في العزومات، وجبات من مطاعم مشهورة كباب وكفتة وخلافه. المشكلة في خلافه كمان، يعني حاجات ما ينفعش أن احنا يعني كانت المشكلة اللي بتواجههم إزاي المجلس ما يشغلش المطعم الملحق بالمجلس. فعلا أنا شايفة أن هي مشكلة كبيرة تستحق أن احنا كلنا جميعا والإعلام كمان يتوقف عندها. إزاي صحيح البرلمان ما يشغلش ولا مجلس النواب ما يشغلش المطعم؟ يعني أنا أروح فين وأجي منين من اللي بيحصل ده؟ طبعا المنظر اللي بدأ عليه المجلس امبارح كان هو الشغلانة الأساسية للسادة مصوري الصحف والمحررين اللي بيشوفوا شغلهم ببساطة، بيغطوا أعمال الجلسات، بيشوفوا شغلهم. ما أقدرش ألومهم، بس ألوم الفاعل. طبعا كله اتنقل صوت وصورة على المواقع الإخبارية،
النواب بقى يراجعوا نفسهم؟ لا، راحوا جارين بالمشوار وراحوا يشتكوا لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال. قال ايه؟ مقموصين، زعلانين من اللي حصل، واخدين على خاطرهم. يعني حضراتكم نجحتوا في البرلمان عشان تروحوا المجلس تاكلوا وتشربوا؟ دي حاجة يعني عظيمة خالص. ايه الشياكة دي؟ يوم السيد رئيس المجلس يدخل النهاردة القاعة الرئيسية ويوجه كلامه للنواب ويعاتبهم على المشهد اللي ظهروا بيه على مواقع التواصل الاجتماعي، انه عيب ما يصحش كده. كده تمام قوي، وكلنا نرفع القبعة النهاردة لحضرتك يا فندم. لكن ما فاتش ساعة إلا وفوجئ السادة المحررين البرلمانيين والمصورين بقرار صادر من رئيس المجلس يمنعهم خالص من أصله من دخول البهو الفرعوني. ده عشان يقدر النواب يقعدوا يرحرحوا من غير وجع قلب بقى وقلب الدماغ. مش بس كده، ده طالب الأمانة العامة بالمجلس بتخصيص باثيو مجلس الشورى للقاء النواب بالصحفيين. طيب هنا بقى هنقول كلام كتير للناس اللي ما تعرفش ايه هو البهو الفرعوني. يا سادة، البهو الفرعوني ده هو مطبخ مجلس النواب، مش اللي بياكلوا فيه، اللي بيتم فيه الاتفاقات والتربيطات سواء قبل انعقاد الجلسات او اثناء الجلسات او حتى بعدها. واحنا عندنا ما شاء الله 19 حزب سياسي واكتر من 300 نائب مستقل، ده غير المعينين. يعني التحالفات والمناقشات والتربيطات مستمرة على مدار الساعة، وبالتالي الحكاية مش بس متعلقة بفكرة زعل النواب من التقاط صور ليهم وهم بياكلوا، لا دي مرتبطة أصلا طالما قلنا منع بمحاولة تكميم أفواه، أو بلاش نقول كده عشان الكلمة دي بتضايق ناس كتير قوي مننا، نقول إنه محاولة لعزل الصحفيين عن المطبخ الحقيقي للمجلس، وده في حد ذاته كارثة ما تقلش ابدا عن ازمه حجب المعلومات. رغم انه انا بتكلم بالكتاب، الكتاب بيقول ايه؟ الدستور المصري بيقول ايه؟ الدستور كفل حريه تداول المعلومات، وبالتالي مش من حق احد يحجب اي معلومه عن اي صحفي. بس نقول ايه؟ احنا بنحط مواد دستوريه ديكور، يا ريت ان احنا نعمل بيها، اتمنى والله. دي ايام الحزب الوطني المنحل ما جرؤوش ان هم ياخدوا قرار زي ده. كل الجبروت اللي كان فيه الحزب الوطني ما حصلش فيه الكلام ده. نقوم بعد ثورتين يطلع قرار بالمنظر ده؟ طبعا المحررين البرلمانيين ثاروا واستاءوا جدا ورفضوا القرار واصدروا بيان ارسلوه لنقابة الصحفيين، ذكروا فيه ان هناك تعنت واضح في التعامل معهم من خلال مسلسل التضييق على المحررين البرلمانيين والمصورين بمنعهم من دخول القاعة في واقعة هي الاولى من نوعها تحت قبة البرلمان، واستغلال شرفات الصحافة واستبدالها بشرفات لا تليق او تتناسب او تحتوي اكثر من 10% فقط من عدد المحررين بالمجلس. سادت حالة من الغضب بين المحررين البرلمانيين واكدوا رفضهم لسياسة التضييق الإعلامي الذي لم يشهده المجلس حتى في برلمانات عهد الوطني المنحل أو الإخوان الإرهابية، وتساءلوا من حقهم عن سبب تخوف القائمين على إدارة المجلس من قيام الصحافة فقط بدورها ونقل حقيقة ما يحدث وما يدور بالبرلمان للرأي العام، وده اللي احنا اتفقنا عليه من الأول. طبعا حاول عدد من النواب ان هم يتدخلوا ويحلوا الأزمة اللي انتهت بعد مشاورات عديدة بالسماح للمحررين بالدخول للبهو ومنع المصورين، يعني بقى المنع من داخل القاعة وخارجها. ليه؟ لاني نسيت اقول لحضراتكم ان في قرار تاني صدر للمصورين بتنظيم دخولهم للقاعة، بمعنى انه بحد ادنى 3 دقايق، يعني صور واجري. يا حضرات السادة النواب، يا سيادة رئيس المجلس، يا معالي الأمين العام لمجلس النواب، احنا في عصر ما ينفعش فيه تشد الفيشة او تقفل زرار وتعتقد انك بكده حجبت الصوت والصورة. في 100 طريقة و100 وسيلة يقدر بيها الإعلام مسموع ومقروه ومرئي كشف المستور داخل هذا البرلمان، وعلينا فقط أن نتقي الشبهات. أنا مش بشكك في النوايا ولا أفتش في النوايا أبدا إطلاقا ولا أجرؤ، ولكن نتقي الشبهات. مش عايزين نرجع بظهرنا لورا، لأننا لو حصل ده هنخسر كتير قوي، البلد والمصريين، وده ما يعنيني، البلد والمصريين وبس.
ما بقتش متحملة خسارة أكتر من كده. ومحاولات بعض الأعضاء لعب أدوار علشان الشو الإعلامي مش هينفع. إحنا محتاجين برلمان يكون خلف الرئيس يراقب الحكومة ويحاسبها ويكون صوت الشعب اللي نزل وانتخبه. أنا خلصت كلامي مؤقتا عن البرلمان، واضح إن الكلام في الموضوع ده هيبقى كتير في مسلسل يومي. كان في موضوع مهم جدا، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة كان أطلق تصريحات من فترة أثارت الشارع المصري، وكانت كلها بتتمركز على تضخم حجم الفساد في مصر وتكاليف الفساد، بعد أن تحدث عن 600 مليار جنيه حجم تكلفة الفساد في مصر. وما بين الحديث عن هذا الكم من الأموال كمان أنه تكلم في عام أو أنه في 4 أعوام، إلا أن الرقم اللي هو أطلقه في تصريحاته أثار الذعر لدى المصريين، المواطن المصري العادي، وده طبعا شيء طبيعي أنه دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل لجنة للتحقيق في تصريحات المستشار جنينة، وتكون اللجنة برئاسته هو شخصيا، برئاسة رئيس الجمهورية. خليني أقول لحضراتكم حاجة، أنه في مصدر مطلع من هذه اللجنة أكد لنا نحن برنامج مفتاح الحياة أن تقرير اللجنة هيصدر غدا، وهو ما يحتاجه الشعب المصري فعليا، لأن هناك العديد من التساؤلات لدى المواطن المصري التي تحتاج إلى إجابات دقيقة. هذه الإجابات ستصدر من اللجنة، أهم تلك التساؤلات اللي سيجيب عنها هذا البيان أو هذا التقرير هي: من أين جاءت تكاليف الفساد في مصر؟ وما حقيقة رقم 600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر؟ هل كانت تصريحات رئيس الجهاز دقيقة قدر الكافي؟ ولمصلحة من الإعلان عن أرقام غير مدققة؟ وهل تجاوز رئيس الجهاز المركزي القواعد والصلاحيات بحديثه للإعلام عن تقارير الجهاز؟ والأهم من كل ده، توقيت الإعلان عن رقم كهذا 600 مليار جنيه باعتباره ده حجم الفساد في مصر؟ في أسئلة كتير، أسئلة مشروعة جدا من جانب المواطن المصري العادي، لأن دي فلوسه. غدا الرأي العام يعرف الحقيقة، 600 مليار جنيه، وماذا وراء إطلاق هذا الرقم في هذه التصريحات من المستشار هشام جنينة؟ غدا الرأي العام على موعد لكشف حقيقة هذه الأرقام وماهيتها، وهل هذا هو حجم الفساد في مصر فعلا، أم أننا أمام أرقام ضللت الشعب المصري؟ وما هو الغرض؟ هنا في مفتاح الحياة هنعرف هذه الحقيقة إن شاء الله. خلينا نروح لفاصل، نرجع بعده نشوف مشكلات مهمة جدا جدا خاصة بالتعليم. ليه؟ لأن إذا أردنا أن نصلح حال أي دولة علينا أن احنا نتجنب، دايما بقولها وهفضل أقولها وهفضل أكررها، مثلث الرعب: فقر، جهل، مرض. فقر يعني بطالة ويعني أنه نبطل سرقة، وجهل يعني تعليم، مرض يعني نهتم بالصحة. وبالتالي الفقر أعتقد هذا الملف المفروض يكون في إيد السيد رئيس الجمهورية، بنحاول، احنا بنحاول بنعمل اللي علينا. الصحة والتعليم هما شغلي الشاغل ولقمة العيش. طبعا التعليم عندنا فيه مشاكل كتير، أنا دايما بحب أسمع المشاكل على لسان أصحابها. اسمحوا لي إن احنا هنفتح تليفونات على مدار الفقرة في جزء معين أو في توقيت معين، هنفتح تليفونات لحضراتكم تقولوا لي، وهنجيب عن هذه الشكاوي أو الاستفسارات أو الاقتراحات. بعد الفاصل هنتكلم عن التعليم وخطايا وزارة التربية والتعليم، وبعد كده هنستقبل تليفونات حضراتكم، ابقوا معنا. لسه مكملين كلامنا مع حضراتكم. الحقيقة في الكثير والكثير من الآفات، أو خلينا نقول الأمراض المزمنة، أو نسميها زي ما نسميها، مش مشكلة مسميات، اتمكنت من التعليم، وتحديدا هنا النهاردة بتكلم عن التربية والتعليم في مصر. وطبعا باعتبار ان احنا بنقول تربية وتعليم، فالأدب فضلوه عن العلم، فاحنا عندنا مشكلة هنا وعندنا مشكلة هنا.
لغاية ما بقى حال التربية والتعليم في الإنعاش، يا يعني نلحقه بقى يا ما نلحقوش، لا نلحق يا مسهل يا رب. وإما نوصف له العلاج السليم وده ما بيتمش إلا بعد التشخيص السليم، أو ينتهي به الحال ويبقى ذكريات. أمراض مزمنة الحقيقة بقالنا عقود بنتعامل معاها بمنطق المسكنات، رغم أننا عارفين المشكلة فين أو العطل فين اللي أصاب منظومة التعليم، هي مشكلات أزلية هيها ما بتتغيرش، وكمان مع الوقت بقينا عارفين دواها إيه. بس الظاهر أنه في بعض الناس، طبعا ما أقدرش أن أنا أعمم تبعيد واجب، بتستسهل المسكنات أو ربما يكون ما عندهاش قدرة أو جرأة كافية على تنفيذ حلول حقيقية تقضي على المشكلات من الأساس من الجذور. مفيش عند بعض المسؤولين، برضو بقول بعض مش الكل، استراتيجية واضحة لمحاصرة أو علاج المشكلات اللي بتصيب العملية التعليمية في الصلب أو في الجوهر أو المضمون اللي جعلت التعليم أول غائب عن المشاركة في قاطرة التنمية، رغم أن التعليم المفروض يكون هو القائد في مسيرة التنمية، تنمية جمهورية مصر العربية اللي احنا مش هقول بنحلم بيها، هقول بنهدف ليها. المفروض ان في اي دولة عملية التنمية بتعتمد بشكل اساسي على تخريج عقول قادرة على الابتكار وتحقيق تنمية حقيقية، مش كلام بس. الابتكار هيجي منين واحنا بنعاني اصلا من عجز في المدارس، وصل لاكتر من 27 الف مدرسة، ازاي والفصول وصلت كثافتها ل80 طالب؟ وهنا انا بتكلم عن متوسط، يعني ال80 دول ممكن يبقوا 60، ممكن يبقوا 120. يا ترى المدرس هيوصل المعلومة لمين ولا لمين؟ متخيلين حضراتكم يعني ايه مدرس يدخل حصة في فصل فيه 80 طالب، وبعدها يدخل حصة تانية في فصل تاني وتالت في فصل بنفس العدد؟ متخيلين حجم الضغط العصبي والنفسي على هذا المدرس؟ ده لو كان عنده ضمير، وهم كثر على فكرة الناس اللي عندها ضمير كتير، خصوصا لما يكون في النهاية هذا المدرس هو مواطن مصري بياخد مرتب لا يتناسب مع المجهود المطلوب منه ولا يفي باحتياجاته كإنسان أو كمواطن، احتياجات عنده بيت وعنده أطفال هو كمان، والنتيجة طبعا بتكون دروس خصوصية محدش قادر عليها، وبرضه مش هيشرح في الفصل. يعني المدارس عندنا مجرد هيكل، بالونة مليانة هواء، أو هكذا يعتقد الكثيرون. مع منظومة بالشكل ده ما بقاش غريب لما تحصل مصر على المركز 139 من 140 دولة في جودة التعليم. يعني احنا لو كنا آخر دولة أو في ديل القائمة كان هيبقى منظرنا عمل ازاي؟ وعموما احنا كده كأننا في ديل القائمة، لأن الدولة الوحيدة اللي سبقناها هي غينيا، مع الاحترام طبعا دولة صديقة. كل ده كان ليه على رأي عبد الوهاب؟ ليه؟ بسبب سياسات تعليمية فاشلة من وزارات متعاقبة. ما أقدرش أحمل الوزارة الموجودة النهاردة هذه التداعيات، لكن هي تعاقب وزارات فاشلة. لكن الغريب فعلا أننا مش شايفين الكارثة أو تفاصيل الكارثة. خلينا نتكلم في الموضوع بشكل مباشر. اسمحوا لي أرحب بضيوفي الكرام، ببتدي من اليمين دايما، ربنا يجعلنا من أهل اليمين، أستاذ دكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم. أهلا بك دكتور رضا، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. كمان أستاذ أحمد عمر الصحفي بجريدة المساء، أهلا وسهلا أستاذ أحمد. حضرتك أخذت على عاتقك مشكلة التعليم من فترة، أعتقد من كم سنة؟ 93. من سنة 93، يعني ده رقم كويس، ده جميل. ليه اخترت التعليم انك تهتم بيك يا صحفي؟ التعليم مستقبل وطن. هايل. دكتور رضا، اعتقد انه ليك تحفظ على اللي انا قلته، حسيت ان حضرتك متضايق كده. لا مش متضايق. بصي، اولا احنا الاعتراف بالمشكله جزء من الحل. جميل. وده اللي انا عايز اوضحه في شغل الوزاره في الفتره الحاليه. بس قبل ما ابدا، انا عجبني اسم الحلقه مفتاح الحياه. ده اسم البرنامج. اسم البرنامج سوري. مفتاح الحياه. لان التعليم والتعلم هما مفتاح الحياه. الله ده. انزل بالسترب، الله يخليك. التعليم هو مفتاح الحياه. انا موافقه جدا، اشكرك يا ضياء، ربنا يخليك. انا عايز اقول كمان التعليم الحقيقي هو اعداد الفرد للحياه. صحيح. فيجب ان تكون انشطه التعليم محاكاه للحياه أو من الحياة حتى يخرج المتعلم للحياة. هل بتشوف أن أنشطة التعليم الموجودة النهاردة ده الكلام بقى اللي حضرتك ده اللي هقوله لجنابك؟ تمام. أولا في مشاكل،
ولازم نواجهها بجذورها وليس مسكنات زي ما حضرتك قلتي. لكن في نفس الوقت عندنا نقاط مضيئة ونماذج مضيئة، وهقولها بس مش دلوقتي علشان ايه استاذ احمد. حلو كده يا دكتور رضا؟ نعم اوكي مش اهو لا 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 بتفرفشيني انا عشان انا أوي أوي. لا 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 احنا بصوا انا عايز بجد يا استاذ احمد، التعليم قضيه مجتمع، واذا المجتمع كله ما تضافرش في علاج مع بعض في علاج في التعليم وقضيه التعليم هيبقى في اشكاليه كبيره. وده هقولها في جزء، احنا عندنا زي ما حضرتك تفضلتي بننادي بان الولاد يفكروا وتفكير ناقد وتفكير ابداعي، لكن انت قلتي في المقدمه ان الفصول فيها 80 وقد يكون بتوصل 140 في بعض الحاجات. طب هذا المعلم اللي بيشتغل في فصل 80 او 90 هقدر اطالبه بجد انه يعمل تعلم نشط تعلم تفاعلي؟ فكان دي الرقم واحد عندنا في برنامجنا في الوزاره وفي خطتنا اللي عملناها قصيره المدى او متوسطه المدى، واللي هي منبثقة أصلا من الخطة الاستراتيجية 14-30 وهي الفصول والمباني المدرسية. لازم لا إحنا عندنا حوالي 53,000 فصل عشان نحل الكثافة، علشان تنزل 45 مش 30، محتاجين 53 يا أستاذ أحمد فصل علشان نحل الكثافة، و 53 زيهم عشان نحل تعدد الفترات. تعدد الفترات اللي هي المدرسه اللي بتشتغل صباحي وايه ومسائي. احنا محتاجين 53 فصل 1000 فصل 53000 فصل عشان نحل الاشكاليه دي. لا بالراحه عليا عشان ايه 53000 انا بحسب اصلي ورا حضرتك. اوكي 53000 106000 نعم انت حسبت 106000 انت حسبت بقى المناطق النائيه صح 30 او 33 33 يبقى 106000 محتاجين 106000 فصل علشان نحل مشكله الكثافه. الكثافه وتعدد الفترات المتوسط قد ايه؟ من 40-45 طالب في الفصل. معقول ماشي واخده بال حضرتك ماشي. وتعدد الفترات والمناطق النائيه طبعا، لان المناطق النائيه والمناطق المحرومه ده التعليم حق انساني. الناس اللي في المناطق النائيه والمناطق المحرومه عموما بيتكلموا بمبدا هو يعني البعيد عن العين بعيد عن القلب. لا لا لا. لازم الدوله تبقى شايفاه وقصاد عينها. لا التعليم لازم يوصل لهم طبعا، وفي نماذج حضرتك عارفها كويس تعليم مجتمعي، وده موجود في النجوع والكفور ومن قديم من زمان. يعني لو ضربنا تكلفه الفصل 300,000 جنيه طلع بقى الميزانيه اللي انت 52 مليار. انت مذاكر كويس هايل يا استاذ عايز مذاكر كويس ابداع. عايزين 52 مليار جنيه تمام في خلال سنتين علشان نقضي على ده عشان نبدا نشتغل يعني نشتغل حقيقي. طيب هل الوزاره تملك 52 مليار؟ ما انا هحكي لك بقى. لا ما احنا عشان لسه في ناس قاعده كده واحده مستنيه. عايزين نخش في المشكله. دكتور رضا احنا عايزين نخش لجوهر المشكله الحقيقيه. طب ما انا جوهر المشكله الحقيقيه حضرتك يا دكتور رضا، انا نفسي ان حضرتك تقول لي احنا عندنا مشكله 1-2-3. طب انا بقول لك القصه مش قصه الفصول واحنا محتاجين 52 مليار. بس في حل على ايمان هانم. القصه مش قصه مدارس ولا قصه فصول. امال القصه قصه منهج، عدم وجود منهج واضح لغايه اليوم. استناني. لا يا دكتور، سياده الرئيس طلب وضع منهج في خلال 3 شهور. لا ما انا هقول لحضرتك نتكلم بشويش كده. لا عينيا تحت امرك بس ماشي. في 3 شهور هل يعقل ان التعليم الفني ودي هنخليها بعدين؟ التعليم الفني ليه حلقه تانية هتكلم فيها لان ده حقهم تماما. طلبه التعليم الفني ده هو ده قاطره النهضه بجد. لغايه النهارده في مدارس اتعمل لهم منهج ثالثه بيدرسوه في رابعه، ما تعملش منهج تاني. ده فين ده طيب؟ في مدرسة النقل النهري في القاهرة في إدارة مصر القديمة. ده تعليم فني؟ اه تعليم فني. الكتاب المقرر في تالتة ثانوي بيدرسوه في رابعة ثانوي تاني، في رابعة فني. مش لاقيين منهج فكرروا المنهج؟ معلش بعد إذن حضرتك. أيوة. هو أنا قطعت تعليم عام، لكن قد يكون الكتاب للفصل للسنتين. لا يا فندم ده تالتة وده رابعة. الكتاب موجود يا فندم. ماشي غير مشكلة. دي ملزمة ولا كتاب؟ كتاب، هي دي الملزمة بتاعتهم، ما عندهمش كتاب. خلاص يبقى. انا بس يا استاذ ايمان حقي محفوظ طبعا ان انا اقول لك ان احنا حلينا ازاي. هو احنا حلينا حطينا يعني في يعني إيه؟ عملنا 52 يعني مليار دفعناهم وعملنا 106000 فصل. انت ما تسيبيني اتكلم. اتفضل يا فندم. يا دكتور رضا مش عايزين نستهلك الوقت. لا لا الكلام. انا ما بستهلكش كده عشان احنا حقيقي عندنا مشكلات كتير. ده ممكن يعني اتفضل فندم. ده ثالثه في تصور معروض على السيد رئيس مجلس الوزراء. يا فندم يا فندم ده المقرر بتاع ثالثه ايوه
وده المقرر بتاع رابعه. ايه الفرق بين ده وده؟ ده مطبوع مرتين يا فندم. ايه الكلام ده؟ ده اشوفه حاضر. ايه المشكله يعني؟ اهو يا جماعه اربع مواد بنفس نفس الحاله. طبعا انا عارفه صعب جدا ان احنا نعرضها. دي نفس الماده، نفس الماده مش كده يا جماعه؟ هو بس يعني احنا غيرنا العنوان. في حاجه مش تمام يا فندم. في الدكتور احمد الجيوشي. استاذ احمد حضرتك بتقول الكلام ده على مسؤوليتك. على مسؤوليتي بس كده. طيب ماشي خلاص، نفس الكلام اهو. بس انا حقي محفوظ في ان انا بقول. محفوظ طبعا يا فندم. ان احنا في مبادره معموله المشروع القومي لبناء 4000 مدرسه، وده متقدم مذكره لمعالي رئيس مجلس الوزراء فيها الاتي. يا فندم انا مش عايزه اسمع اللي متقدم واللي المفروض واللي هيتعمل. انا عايزه اعرف احنا عندنا مشكلات عندنا ايه. عندنا لازم اقول لك الوزاره عملت ايه. انا عايزه احل المشكلات الاول. اصل الوزاره انها تعمل، ده دور الوزاره واللي المفروض تعمله، وده واجبها اللي بتاخد عليه مرتب. اللي من هو من جيوب المصريين في الاول وفي الاخر. استاذه ايمان، من ضرائب المصريين ومن خزينه الدوله. تصدري مشكله كثافه. بقول لك الوزاره اتعاملت معها ازاي بشكل علمي ولسه ما اتحلتش. ما هو هي هتتحل في يوم وليله. طب خلاص، ما هو كل وزاره بتيجي تقول لنا في يوم وليله. يا ايمان هانم، هل يعقل ان المعاهد القوميه يتعين فيها واحد بكالوريوس زراعه حشرات، يتعين اثنين ميتين في قرار تعيين، يتعين واحد في مدرستين؟ استاذ احمد نعم، انت عارف اكيد فندم ده. بس معالي الوزير قال باننا لم يعرض عليا. المذكره دي معروضه قبل ما احنا نوصل الوزاره. قبل ما يوصل؟ آه. ماشي يا معالي الوزير. معالي الوزير وصل تقلد المنصب في 17/9/2014 مظبوط؟ 2015 17/9/2015 دي كام يا فندم؟ دي 8/12/2015. دي المذكره اللي طالعه بقى الاعتبار. اللي هو ايه؟ صحة ما انتهت إليه الإدارة العامة للتعليم الخاص ومذكرة محل البحث وعن النحو المشار إليه بهذه المذكرة وتكليف هذه الإدارة بسرعة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لم ينصاع معالي الوزير بس بعد للنشرة لا للمستشار القانوني. ممكن بعد إذن حضرتك؟ اتفضل حضرتك. ده التعليم الخاص مع المعاهد القومية عرضت المذكرة على معالي الوزير. تمام. مسؤولية مين دلوقتي؟ مسؤولية التعليم الخاص. لا، ليست مسؤولية التعليم الخاص. مسؤولية مين؟ مسؤولية المعاهد القومية ولجنة والمكتب الفني لسيادة الوزير. ليه بس قول لي ليه؟ لأنه التعليم الخاص قدم مذكرة لمعالي الوزير يعتبر تكليف الإدارة العامة للتعليم بتشكيل لجنة فنية وقانونية على مستوى عالي لفحص مدى توافر الشروط المقررة وحولها معالي الوزير لحضرتك رئيس قطاع التعليم العام. تمام. اتعمل لجنة برئاسة حضرتك دكتور رضا حجازي، علاء عيد عطا، 15 عضو. تمام. اتعملت وراحت لحضرتك والاستاذ محمد سعد. تمام. واتقال فيها بأن هذا الأسماء الموجودة غير مطابقة للصلاحيات. حصل؟ تمام. الوزير اعتمد نفس الأسماء اللي ما وافقتش عليها حضرتك. يا أحمد بيه، الورقة دي القائمة دي كانت موجودة في الجهات الأمنية والموافقة جت. يا فندم اللجنة يعني ايه في الجهات الأمنية يا فندم؟ المذكرة معروضة من يعني الجهات الأمنية تقصد تقول هي اللي موافقة على الكلام ده؟ لا في نقطة إيه؟ بس استنى، أنت بتصدري لي؟ لا أنا ما بصدرش لا. حاجة أنا بسأل. الموافقات دي معمولة من معاهد القومية. اللجنة الأسماء دي وعلقت على الدكتور محب رفعي ورفضها. وعلى أي الحالات؟ لا معلش مره تانية، ايه مشكله الاسماء دي؟ الاسماء مرة دي فيها ناس متوفين. كم واحد فيهم؟ اثنين متوفين اصلا مش موجودين. وواحد متعين في اكتر من مدرسه. تمام. والباقي في مجموعه منهم بكالوريوس زراعه. تمام. معهد عالي الدراسات الاداريه والتعاونيه، بكالوريوس تجاره. استاذ احمد، العديد من تجاره محاسبه. اقتصاد ونظم سياسية. في حين ان القانون 155 لسنة 2007 يلزم بان يكون حاصل على مؤهل تربوي، مظبوط يا دكتور؟ هل يجوز واحد غير حاصل على مؤهل تربوي؟ انا عايز اقول لك حاجة. اتفضل. يتعين مدير مدرسة او وكيل مدرسة؟ هل معالي الوزير ما حاولش موضوع الشؤون القانونية؟ بعد ايه؟ ما هو اللي ماضي. ما هو لو هيعرف، لو عارف يا فندم. جات له لجنة، اللجنة دخلت المكتب عنده برئاسة الأستاذ. بس أنا الحقيقة يعني أنا أرجوكم، ليه رجاء يعني إذا أردت أن تعالج نقطة ضعف في شخص بجد يعني، فابحث له عن نقطة قوة.
احنا لو قعدنا ندور الوقت على ورقه وقال وعاد احنا انا بعتقد ان كده لا يعني انا يبقى عندي نموذج اداره يا فندم ان طبعاً. اذا كان خرج هذا الكلام ان في ناس متوفيه واحد متعين في اكتر مدرسه وناس مش واخده ومعالي الوزير حاول ناس شؤون القانونيه بعد ايه بعد ايه ما انت وانت عارف طبعا بعد ايه يا معالي الدكتور معالي الدكتور الا يعلم الدكتور بان الدكتور الهلالي الشربيني ان الدكتور الوزير لم يوافق على الحركه والدكتور الهلالي وافق عليها برغم المستشار القانوني حذره قال له الحركه غير مطابقه غير مطابقه للمعايير فين فين تقرير المستشار القانوني اهو يا فندم وبعدين انا مش هشتغل مش محقق قانون انا كمان اهو يا فندم اهو بتقرير المستشار القانوني المستشار القانوني السيد الوزير ماشي يا استاذ امان كتر خيرك والله كتر خيرك مهم يا فندم ان الناس تفهم الكلام ده لسبب اذا كانت الامور بتدار بهذا الشكل فالمسألة بتنطلي على كل جوانب العملية التعليمية والتربية صلاح عمارة تحط كبش فدا ولا ما تحطش برغم اختلافي مع صلاح عمارة صلاح عمارة ما هي ما الداعي لإبعاده عن التعليم الخاص وهو غير مسؤول عن الحركة اسأل عنه الشؤون القانونية أنا ما أعرفش طيب خلينا خلينا القانونية يا دكتور هنرجي اسأل من أبعده هنرجع هذا الامر يا استاذ احمد بعد اذنك حاول اسال المستشار القانوني طيب هنرجع هذا الامر انا بس وهنتكلم اكتر في مشكلات لها علاقه بالمواطن المصري بشكل مباشر الناس تكون حاساها اكتر من كده او اولياء الامور بتحسها بشكل افضل من كده وهنرجع هذا الامر باعتبار هو لما يبقى في استثمار في الاراضي والدوله توفر ارض والمستثمر يجي علشان يبني ونعمل علاقه ما بين المستثمر والوزاره ده ما فيش فيه اتاحه وتوفير اماكن وتقليل الكثافة هل ده مش نجاح للشغل هل دي مش منهجية عمل إيه طب خلي الموضوع ده على جنب وبلاش نتكلم فيه ليه كده ليه كده ليه طب اتفضل حضرتك رد علي يا استاذ احمد بالنسبة لما احنا الوقت بنقول ان عندنا اراضي الدولة هتوفر اراضي وهنجيب مستثمرين او قطاع خاص ويبنوا الاراضي بنظام المشاركة بالثلاثة بي اذا كان متطوع بالارض والمبنى اهلا وسهلا واخد بال حضرتك البي او او بي او تي او تي عملنا ايه في المدرسه اللي في 6 اكتوبر اللي مدير المدرسه اللي رفض اي لجنه تخشها ويقول لك دي عزبتي لا مفيش حاجه اسمها عزبه لا حصل ايه لا تدار تحت مسؤوليه الوزاره وعملتوا ايه حضرتك ما ناقشت امبارح في الفيديو كونفرنس حضرت حضرتك حضر اللقاء حضرت جزء منه حضرت جزء منه بس ما اتعرضتش دي اتعرضت يا فندم لما احد لما دخلت الاستاذه مديره المديريه الجيزه ومعاها وليه امر وقالت بان التعليم الخاص ليس له ولايه علينا مين قال الكلام ده امال مين اللي بده التراخيص ومين اللي ممكن يسحب التراخيص وفي ايه بس هي الوزاره مش عارفه تمشي كلامها على المدارس الخاصه اه طبعا انا مدارس ولادي بيقولوا لي الوزاره تقول اللي هي عايزاه واحنا بنعمل اللي احنا عايزينه لا ده كلام مش ويعلموا ان انا بشتغل في الاعلام وقالوا لي اطلعي قولي الكلام ده ده كلام مش مظبوط فن التعليم الخاص دوله داخل الدوله مش مظبوط التعليم الخاص دوله داخل الدوله المصاريف بيعلوها من كيفهم ومن دفاع نفسهم لا ليه مش في شرايح شرايح ايه يا فندم شرايح ايه يا فندم هقول لحضرتك حاجه دول علوا 50% في سنه وقالوا لنا اللي مش عاجبه يسحب ولاده من المدرسه ابعتي لي شكوى دكتور وهقول لحضرتك حاجه اللي بيحصل في المدرسه الخاصه اللي بيحصل ده يحدث في المدرسه الخاصه ان المدرسه بتقول لك مصاريفي 5000 جنيه مثلا سي 5000 جنيه بتدفع وصل ب 5000 جنيه وبتدفع 15000 جنيه تانيين بدون ايصال وانت مضطر انك انت تدفع مضطر ليه تعمل هودي ولادي فين؟ قعدوا بيقولوا لنا كده قعدوا الاولاد عندكم في البيت سؤال كم مدرسه يا دكتور؟ كم مدرسه؟ كم مدرسه؟ مدرسه؟ من يملك مدرسه الدلتا الدوليه يا دكتور؟ لا لا من يملك مدرسه الدلتا الدوليه يا دكتور؟ نعم من يملك مدرسه الدلتا الدوليه؟ في المنصوره من يملك مدرسه الدلتا الدوليه؟ في جمصه في جمصه من يملكها؟ مين؟ معرفش لا انا يسأل ما تسأل حضرتك لما يبقى عليها 3 مليون جنيه زياده في المصروفات ومحدش قادر يحصلهم برغم اكتر من وزير قال ان الفلوس دي تورد لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليميه محدش قادر عليها لما تبقى المدرسه كثافتها المدرسه غير قانونيه فصل وينمو فصل وينمو ويطلع اكتر من فصل كثافه المدرسه 175 طالب توصل لكثافتها 266 طالب محصله مصاريف 3 مليون جنيه طب زيادة. ليه ما سالتنيش على مدارس ستيم
فضل احنا ما نخش احنا بنتكلم على مدرسه. بس ثواني، احنا مش بنتكلم على مدرسه حكومه، احنا بنتكلم على المدارس الخاصه. انت بتتكلم دلوقتي على مدرسه دوليه، مدرسه دوليه، واخد بالك؟ ده ما انا على الجانب الاخر اخدك على مدارس النيل وعلى مدارس ستيم. انت ما شفتهاش يا فندم؟ انا بتكلم على المدارس، مدارس النيل مشاكلها انت تعلمها جيدا. طب ومدارس ستيم؟ مدارس ستيم مين بيخشها؟ الطلبه المتفوقين في ثالثه اعدادي بيتعمل لهم اختبارات. كويس قوي. اه طيب مشاكلهم ايه يا دكتور رضا؟ مشاكلهم ايه؟ مشاكلهم ايه؟ بنى لهم المدن اللي سياده الرئيس قال عليها هتتبني. هتتبني. العيال فين؟ العيال الطلبه فين؟ موجودين في موجودين فين؟ بيناموا فين؟ في اقامات موجوده ليهم. فين يا فندم؟ بتوع الاسماعيليه بيباتوا فين؟ مفيش مدرستين الا مدرستين، اللي في الجيزه واللي في المعادي هما اللي نجحوا. الباقيين لا لا، بس بالراحه بالراحه يا جماعه. في ايه بس؟ في ايه طيب؟ المدرستين 6 اكتوبر واللي في المعادي دول ليهم اقامه وخرجوا دفعه ليهم اقامه. انا بتكلم على اسماعيليه ليها اقامه والسبعه موجودين. لا بتتعمل لا اقامه وموجودين. طب الطلبه بيروحوا فين؟ الطلبه بيروحوا فين؟ هل يعقل ان الطلبه في المدينه؟ كم مدرسه اتقفلت من السبعه دول؟ هم سبعه. السبعه الاقصر. الطلبه الاسكندريه بيباتوا فين؟ بيباتوا فين؟ المدرسه بتاعتهم مش في برج العرب؟ ايه المشكله؟ طيب بيروحوا فين؟ الاقامه بتاعتهم فين؟ مش عارف. طيب المدارس الدوليه يا دكتور، المدارس الدوليه. لا اصل انا بصوا يعني انا لا اتصيد اخطاء للوزاره، انا بحاول اصلح، لان انا عايز انا ولي امر. عايز اقول ان في برنامج معمول قصير ومتوسط المدى. ايه الخطاب ده يا دكتور؟ وفي جهد مبذول. الخطاب ده ايه؟ اذا ما كناش هنقدره يبقى في حاجه غلط. الخطاب باللغه الانجليزيه to Egyptian Minister of Education from Dr. Don Petri Ravuto. تعاقد عقد بروتوكول. انا مش عايز اقول اسامي المدارس بس عقد بروتوكول مع ام اس اي ميدل ايست. يس تمام. تم توقيع بروتوكول مع الدكتور محب الرفعي مع رئيس جامعه مع ميدل ايست في واشنطن. تمام. لان المستشار الثقافي اعلنها، قال بان المدارس الدوليه اللي عندكم في مصر غير معترف بيها. لا هو جاب لنا سبع جهات. سبع جهات اللي هم المانحين في مصر. المانحين اللي هم المعتمدين. ايوه. واحنا على فكره الدكتور هلال مشكل لجنه حاليا وموجودين فيها. اقنعه الدكتور الهلالي ان المدارس دي إن احنا مش عايزين وصايه علينا. بص يا فندم، السبع جهات المانحين ميدل ستيت. تمام. ثانيه واحده. الجهه أداؤها مميز. أيوة. ويمكن الاستمرار اللي هي ميدل ستيت. تمام. الباقيين السته التانيين شركات وليس مدارس وليس ليهم علاقه بالتعليم خالص. طب سالتني احنا بنعمل ايه؟ عملنا ايه؟ حاليا استاذ احمد بعد اذنك نسمع اجابه الدكتور رضا. احنا حاليا المدارس الدوليه وخطيبنا الملحق الثقافي المستشار الثقافي وفي صدد دلوقتي تشكيل، موجودين على ان احنا نعمل بورد مع الجهات ديت وماشيين في الحل وعارفين يعني لسه هيحل الموضوع. مش ثانيه احنا بعد اذنك يا استاذ احمد بعد اذنك دقيقه. يعني احنا ماشيين في الحل دلوقتي ان شاء الله. يعني اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضرتك، المدارس الانترناشونال في مصر غير معترف بيها، ده بناء على اللي احنا سمعناه وشفناه. ازاي مش لا معترف بيها من الجهات دي؟ معترف بيها، ما فيش ولا جهه منهم معتمده اهي. اتفضلي. ما فيش جهات معتمده يا فندم. هو انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. معلش يعني لما المستشار الثقافي في واشنطن يقول ده بس قدم ثانيه واحده. مين يا استاذ احمد بس بالراحه عليك، مين بعت الجواب ده للمستشار الثقافي في امريكا؟ الدكتور محب الرفعي. عشان ايه؟ لان وجد ان المدارس الدوليه غير معترف بيها. ما كان ممكن ما يبعتش لو هو عايز يسكت. الدكتور الهلالي الشربيني في 4/11 وقف كل حاجه وقالوا اقنعوه في الوزاره المستفيدين من هذا الموضوع. انت بعيد عنهم يا دكتور. ارجوك بس يعني معلش. طيب احنا في اطار عارفين والمدارس الدوليه. طب ال 30 دولار اللي بتدفعوا بيروحوا فين؟ والدبلومه الامريكيه تحديدا هناك مشروع للتصدي ليها ووضع لها حلول قريبه. تصدي لايه يا فندم؟ للدبلومه الامريكيه؟ اه طبعا. مش تصدي لها بالعكس. الدوله والوزارات المتعاقبه والظروف العامه والتعليم السيء في المدارس العاديه ما دفع الناس انها تبيع اللي وراها واللي قدامها ودخل ولادها تعليم امريكي وتعليم بريطاني وتعليم مش عارفه ايه. انا بكلمك وانا طبعا بتحفظ على ده. المستشار الثقافي ثواني بس. الاعتماد والجهات المانحه احنا عايزين ننظم هذا الامر. وعلى فكره باعتين لهيئه ضمان الجوده شغل في عمل في هذا الاتجاه. احنا بنترك كل على فكره عندنا من الجراه يا اما نشتغل يا نسيب المكان. هو حضرتك في وزاره التربيه والتعليم من امتى يا فندم؟ من انا 3/11/2015.
من 3/11/2015 قبل كده كان فين ممكن؟ أنا كنت نائب مدير أكاديمية المهنية المعلمين فندم. ما شاء الله. هقول لحضرتك حاجة. وأنا أستاذ في مركز قوم امتحانات والتقويم التربوي. تمام تمام. دكتور حازم إبراهيم صالح المستشار الثقافي في واشنطن ومدير البعثة التعليمية بواشنطن قال الجواب عندنا. أيوه ماشي فندم. وأنا قريته كذا مرة. فيما يخص جهات الاعتماد لشهادة الدبلومة الأمريكية التي تعمل حاليا بمصر والتي ورد تساؤل وزارة التربية والتعليم ده الدكتور محب الرافعي اللي بعته له تقييم أكثر يمكن تقسيمهم كالتالي جهة اعتماد واحدة تعتبر من الست جهات الرئيسية واحدة بس اللي معترف بيها الاعتماد الستيت دي أيوة. تحت منها أمبريلا حوالي ستة كمان عشان بس تبقى حضرتك عارف طيب خلينا ليست يعني عامله ليست عامله بالولايات المتحده يعني سؤال ورع الناس ما يهمهاش التفاصيل دي يا فندم الناس عايزه تسال سؤال دلوقتي كل الناس قاعده اللي في دماغها الله يعني احنا دلوقتي مدخلين ولادنا دبلومه امريكيه ولا مدخلينهم تعليم بريطاني ولا غيره وبندفع فلوس قد كده ده معترف بيه دوليا ولا لا او لا معترف طبعا ها غير معترف بيها بس لا. كده نفتح التليفونات يا شباب بعد اذنكم ناخد تليفونات ناس اتفضلوا بال 30 دولار ده لا انا عايزه تليفونات ناس مين استاذ صلاح صلاح مين؟ من القناه الخير اهلا وسهلا اهلا وسهلا استاذ صلاح ازيك يا استاذ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم اتفضل الحقيقه انا سعيد جدا ان انا بكلم حضرتك نورتني يا فندم من المذيعين اللي تستاهلي كل خير اشكرك يا فندم على راسي اتفضل البرنامج بتاع حضرتك بتاع التعليم دلوقتي ايوه دايما البيت اللي بتمسكه واحده ست بتبوظه لو هي مش متعلمه تمام الام مدرسه ولو الام مدرسه ولو بنيتي عماره من غير اساس هتقع تمام انا عايزه بس حضرتك في صميم الامور في صميم الموضوع عشان نعرف نرد على حضرتك اتفضل سريعا احنا عندنا اخطاء هي اللي وصلت تعليم كده صحيح احنا اللي بيروح يترشح في مجلس الشعب ومعاه ثانويه عامه تمام كل واحد شويه ورق وخش تمام المشكله فين يا استاذ صلاح ايوه ما دي اساس المشكله يا استاذ ايمان تمام اشكرك يا فندم وصل ليه ما سمعتش ده اساس المشكله ان اللي بيروح يترشح لمجلس الشعب لازم يبقى عنده اسس مين استاذ شكري من القاهره اتفضل يا فندم السلام عليكم قدام حضرتك دقيقه اتفضل يا فندم اهلا وسهلا اتفضل يا فندم على راسك ان تديني فرصه ان انا اتكلم في ثلاث موضوعات مهمين جدا سريعا اذا تكرمت اولا الموضوع الاول بالنسبه للقاهره انا بتكلم على القاهره ومعلمين القاهره ايوه حضرتك احنا في القاهره 32 اداره تمام مفيش اداره بتقبض المرتب المعلم في كل الادارات مختلفه تمام اذا الماليات في القاهره تمام. كلها فاشله حضرتك انا قدمت شكوى لمديريه المديريه بتاريخ 27/10 مفيش رد قدمت واحده ثانيه بتاريخ 28/12 مفيش رد تمام الحاجه الثانيه حضرتك القاهره 32 اداره في القاهره لا يوجد استقرار حضرتك انا معايا بمعنى ايه يا فندم مفيش استقرار بس انا الاول بسلم على الدكتور رضا حجازي واحمد بيه عمر اهلا وسهلا اهلا بيك حضرتك يعني ايه استقرار حضرتك لما يكون في اداره تعليميه في 2015 يتعين فيها اربعه مديرين ادارات اربعه وكلاء ادارات حضرتك لما يكون في اداره تعليميه لمده شهر الى الان ما فيهاش وكيل اداره حضرتك لما يكون في ادارات تعليميه يعين فيها مديرين ادارات بالمحبه بدون قانون حضرتك احنا في دوله بيحكمها قانون بيحكمها رئيس منتخب فيها مجلس برلمان مين اللي ممكن يسأل على هذه الأخطاء أو إحساسكم بعدم الاستقرار اللي هو بيتجسد في هذه المواقف اللي حضرتك حكيت لي عليها؟ أنا بواجه السؤال ده للدكتور رضا حجازي. تمام، الموضوع الثالث يا فندم؟ حضرتك إحنا عندنا في مديرية القاهرة ما يسمى بالبيت الأبيض. حضرتك تعرف البيت الأبيض؟ اللي أنا أعرف اللي في أمريكا والله ما أعرفش ما إحنا عندنا يعني. بالظبط بقى هو البيت الأبيض اللي في أمريكا إن الرئيس بيسكن فيه، إحنا عندنا في القاهرة مديريه القاهره احنا بنسميها البيت الابيض والله بس انا يعني استاذ صلاح يعني في حاجه تانية يا استاذ شكري استاذ شكري حضرتك احنا في القاهرة. حاجه تانية سريعا بس اذا تكرمت شكري حضرتك لا في اعلان بينزل في المديريه بالفرص اللي هي موجوده وكلاء ادارات الناس اللي طلعت معاشات تمام كل حاجه في القاهره بالجدار بالمحبه والمعرفه زي الفل تمام اشكرك يا استاذ شكري استاذه نهله من اسكندريه مساء الخير يا فندم لو سمحتي انا بحب اكلم استاذ رضا اتفضلي يا فندم انا دلوقتي كنت بشتغل في المعاهد القوميه اشتغلت من 1986 ل 2001 في مدرسه من المعاهد القوميه
وكين سافرت الامارات، اتعلمت في الامارات حاجات كتير جدا، اتعلمت التقنيات الحديثه وكل الكلام ده كله. تمام. وقلت انا ارجع افيد بلدي وافيد ولاد بلدي. تمام. عندي 29 سنه خبره، بكالوريوس تربيه لغه انجليزيه، معايا مدربه ايلتس، مدربه توفل، معايا كل الشهادات الجوده، معايا كل الاشياء اللي انا اتعلمتها في الامارات. لما ارجع اتعين تاني في مدرستي، تخيلي حضرتك ان هم يقولوا لي الراتب 650 جنيه و241 حوافز، مع ان انا يعني ازاي، انا عايزه افيد البلد، انا عايزه افيد ولادي باللي انا اتعلمته، انا ليا انتماء للمكان اللي عشت فيه. كتر خيرك والله يا استاذه نهر. وفاجئ ان المرتب ما يكملش ال 1000 جنيه، يعني هل هذا منطق في المعاهد القوميه؟ اشكرك يا فندم، اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. تمام. فكره الرد؟ اتفضل اتفضل يا فندم. والقانون 155 محدد اختيار المديرين والوكلاء الادارات، والجزء ده بالذات له ضوابط وتبع المحليات بالمناسبه، يعني الوزاره وانت عارف حضرتك عارف كويس تدخل في اختيار مين ومين؟ مدير المديريه والوكيل المديري. وكيل المديريه. اما الـ اما الـ اما مدير عام اداره او وكيل اداره ده احنا ما اتكلمناش على الـ ما لا هو الاخ في القاهره الاستاذ شكري بيقول على وكلاء الادارات وده ولو حق ولو له تظلم ولو حاجه يقدم شكوى، ما فيش فيها مشكله خالص، بس انا بقول لحضرتك الجزء ده جزء محليات وتتعلم. اوكي. قانون الاستاذه نهله في اسكندريه، هي انقطعت مده، انا عايز هي خدت اجازه ولا انقطعت؟ واخد بال حضرتك؟ وانت تعلم تمام، فكونها انقطعت المده الطويله دي فده في حاجه؟ اتفضل. اعاده تعيين. تمام. بس. طب انا عايز اسال سؤال حضرتك. اسال. هل يعقل ان اداره تعليميه في الشرقيه اربعه بيحكموها؟ هل تعلم يا دكتور رضا ان كل يوم الامتحانات بتسرق؟ يعني ايه بتسرق؟ بيتم السطو عليها كل يوم. ومدير الاداره فين؟ مدير الاداره هذا الرجل جه بقوته، صالح شلبي مدير اداره مسؤول الشؤون جه بقوته، لم يستطع ترويض الاربعه الحاكمين الاداره، اربعه منهم واحد عامل خدمات نصب نفسه لموجه التربيه الزراعيه، ملوش خطه لغايه النهارده. نسال فيها الاستاذ محمد حسام. استاذ محمد حسام لما المدرسه اللي هي الاستاذه امل العطار راحت قابلته كويس، قال لها انا عارف انك انت مظلومه لكن مش قادر اعمل لك حاجه، لكن هعوضي خير. لا ترفع لنا احنا يا فندم. الورقه راحت لمعالي الوزير، اتحولت للشؤون القانونيه، اختفت. اختفت يعني اختفت؟ لا يسال انا. معنا استاذه دينا من الشرقيه، مساء الخير. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. هم يعني دلوقتي بيحللوا للسواقين علشان يشوفوهم اذا كانوا مخدرين ولا لا. يا ريت يطبقوا دوت ويحللوا للمدرسين، ثلاث ارباع المدرسين بتبقى شاربه وبتشرح للطلبه. انت عرفتي منين الكلام ده يا استاذه دينا؟ يا فندم مش هما بيحللوا للسواقين؟ انت بس حضرتك بس واحده واحده عليا، انت وليه امر ولا مدرسه ولا بتشتغلي؟ لا انا وليه امر، انا وليه امر. عرفتي منين الكلام اللي حضرتك بتقوليه؟ عشان ما ينفعش يكون عندنا كلام مرسل، لازم يكون في وقع واثباتات. لا 90% دلوقتي من الشعب المصري اتلغى رمضان. لا انا اسفه، لا 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 ما اقبلش حد يغلط في الشعب المصري بعد اذن حضرتك. انا اسفه، لا معلش مش هقدر اكمل كلامك. اتفضل. بجد معلمين مصر من اشرف المعلمين كلهم. انا عارف. ومعلمين مصر لما بيطلعوا دول وحضرتك تعلم جيدا من احسن معلمين. صحيح. وانا علمنا لغايه النهارده، ولغايه النهارده دول الخليج، لغايه النهارده بتقدم الشكر لمصر. وانا شخصيا بقول صحيح. ان المعلمين هم اللي قادرين على اعاده الثقه للتعليم المصري. بالظبط كده. صحيح. بس لما يبقى في منهج صالح. لا المنهج موجود وحاجة. لا المنهج مفيش منهج. طيب. نطلع فاصل وندردش شويه اثناء الفاصل، نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام، بس نهدي اعصابنا شويه. فاصل عادي والله. وانا كمان. لسه مكملين كلامنا مع حضراتكم. الحقيقه لفت نظري هنا منشط هل يتحرك وزير التربيه والتعليم عصابه الاربعه في اداره مشتول السوق التعليميه، مخالفاتهم تجاوزت كل الحدود، يهددون اي مسؤول يتصدى لهم، تزوير، تهديد، ابتزاز، تربح، تشويه سمعه المدرسين والمدرسات، والكلام ده مرفق بالمستندات. دكتور رضا اتفضل. حضرتك لجينا القضيه، احنا اولا عايز اقول حاجه بس مهمه يا استاذ احمد. اتفضل. احنا عندنا كم معلم في مصر؟ عندنا 1,350,000 معلم، يوصل بالاداريين بكده 1,800,000. هل
المليون و800 دول مش منهم حد ممكن يفلت شمال او يمين؟ بس الاربعه دول يا فندم من التسعينات ما حدش لم يستطيع احد الاقتراب يعني منهم. يعني انا على فكره برضو تعرف ان محافظه الشرقيه الدكتور احد بلاش اسماء كان مشغلهم لحسابه عشان يشكروا فيه. لا دي انا ما اعرفش. بص يعني ما اعرفهاش دي. محافظه الشرقيه خد قرار بعوده الاستاذه امل العطار وبعدين لغى القرار من اجل عيون الاربعه. خلاص محليات. يعني ايه محليات؟ يعني انا لما يبقى ماليش سند الا وزيري ما يحميش. لا يحميه طبعا. فين بقى؟ يقدم شكوته لنا. فين؟ في خدمه المواطنين؟ لا يجيبها لنا. انا يجيبها عندي انا تحديدا وعند معالي الوزير. خلاص بس انا عايز اقول نقطه. هيجيبها لي. حاضر. خلاص هي بس انا برضو نقطه مهمه. انا عايز اسمع بس دكتور رضا. احنا عندنا كم طالب في مصر؟ عندنا 19 مليون. 19 مليون دول لهم اب وام ولا مالهمش؟ يعني عندك 19 مليون وزير في مصر. لا ده ضيف عليهم 19 و19 كمان. تمام. يعني بتاع 60 كده يعني. تمام. احنا بنمس 60 مليون بني ادم في مصر. يعني عندك 20 مليون وزير. يعني كل ولي امر بيمثل وزير. بالظبط. فده مهم جدا. لازم حضرتك انا اقدر الدكتور الهلالي إيمان. اقدر الدكتور الهلالي لازم تبقوا عارفين ان احنا بنمس 60 مليون بني ادم في مصر. احنا عندنا 2 مليون تلت ال طب ما الطبيب بيمس 100 مليون مواطن. ازاي؟ وزارة الصحة بتمس 100 مليون مواطن. لا 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 ازاي؟ لا احنا عندنا احنا ازاي يعني؟ ده فاهمها لي افهم. مصر كام بني ادم؟ شوفي مفيش حد فيهم عايش في يوم من الايام وراح للدكتور وتعامل معنى انه راح للدكتور يعني اتعامل مع وزارة الصحة؟ انا بكلمك على طب ما مسؤولية شكلها عامل ازاي؟ معالي الدكتور. معالي الدكتور هو في وزارة مسؤولة عن 3 4 معالي الدكتور. لا معالي الدكتور انا ده بس معالي اوضح دي. معالي الدكتور احنا اهم حاجة احنا بنمس يوميا. معالي الدكتور مشكلة سيبنا من نمس ولا نمس. مشكلة التعليم موازنة التربية والتعليم كام يا دكتور؟ حضرتك أدرى بيها. لا حضرتك اللي تقولها. ده بقولها لحضرتك. أباوت 80 مليار أو 79. تمام. كم في المية من انهم مرتباته وحوافز؟ شوف انت عارف الاجابة ازاي؟ كم منهم مرتباته وحوافز؟ تلتين تقريبا. تلتين؟ اه لا او اكتر شوية. ها؟ 91% منهم. 89% من مرتباته وحوافز. مظبوط. ما ينفق على التعليم كام؟ ما اشوف الفرق. 14%. ان شاء الله على فكرة ابشرك بان الخطة الاستثمارية القادمة ستضعف بإذن الله. ماشي. موازنة يعني. فندم يعني الموازنة الخاصة للتعليم بيتصرف منها 14% فقط على العملية التعليمية. والباقي بتروح اجور ومرتبات. والعيال بياخدوا دروس خصوصية في الاخر وبتزنقها في الفصول. اقول لك ليه يا استاذة ايمان؟ اقول لك ليه؟ اتفضل. لان المكافآت بتتوزع على الصفوة. يعني ايه؟ انت ما بتاخدش فيها. اسمك مش فيهم. اسمك يعني مش فيهم صدقني والله. ولن يوضع اسمك فيهم. لا استناني بس. هو لا بص حضرتك. لا لا مش بالراحه يا دكتور. لا بالراحه. اسمعي سياده الوزير قايل ايه. اسمعي يا دكتوره. بشان موافقه معالي الدكتور الوزير بتاريخ 5/12/2015 على استمرار الصرف باللوائح الحسابات الخاصه المنشاه بقرارات وزاريه دون تعطيل للاهداف المنشاه من اجلها. الحسابات الخاصه منشاه للمكافئات كويس. تصرف بنسبه 16% من الحصيله للجنه العليا. تمام. تصرف نسبة 25% من الحصيلة للمستشارين الموارد. وقف الكلام ده ولا لا؟ وقفوا ايه؟ وقفوا المؤقتة. بعد قد ايه؟ وقف المستشارين دول عبارة عن ايه يا فندم؟ ده مستشارين مواد الدراسية. واللي هي مدير عام تنمية المادة. وايه تاني يا أستاذ أحمد؟ تصرف 25% من الحصيلة للعاملين بالتعليم الخاص بالوزارة. يا أستاذ أحمد وقفوا مع الوزير وما وقفوش. تصرف نسبة 25% يا رب. الوزير وقف الكلام ده ولا لا؟ وقفوا. هو يعلم ذلك. وقفوا ليه؟ بعد ايه؟ وقفوا بعد ايه؟ تحسب له ولا تحسب له بعد ايه؟ بعد طب ايه؟ طب هو مش الوزير اللي اصدر الكلام ده يا فندم؟ يا فندم ولا لا الوزير لم يوقف لغايه النهارده. اتفضلي حضرتك التاشيره اهي 29/12/2015 يا فندم. يعني الكلام ده ما كملش عليه 10 ايام. يا استاذه الكل الكلام ده وقف. اللجنه العليا اللي معالي الوزير وقف امتى؟ وقفت ليه؟ بناء على مذكره اتقدمت لمدير مكتب الوزير وبتدفع ثمنها دلوقتي. الموظف بيدفع ثمنها اللي قدم المذكره. ماشي. مظبوط يا دكتور؟ اتوقفت ولا ما اتوقفتش؟ بناء على المذكره والموظف دفع ثمنها وانا ما دفعش ثمنها. الموظف اتنقل. اللي كتب المذكره قال لك ده غلط كويس. وصدر ايه يا فندم من الاساس؟ يا ستي دي لوائح عادي ما فيش فيها مشكله خالص. حضرتك شايف ان ما فيش فيها مشكله؟ لا في دي لائحه. السنه الخاصه بكام في المكان؟ الوزير طالب ان يتغير القرار الوزاري ده. هيعدله. إيه المشكلة؟ انا قلقانه. انا كولية امر قلقانه ان الوزير يصدر قرارات. لا مش هو اللي عمله. لا استنى بس. مين اللي أصدر؟ لا ده قرار معروف قديم. ده قديم امتى يا فندم؟
هات لي بقى نص القرار. معلش انت بتستفزني ليه؟ طيب اتفضل يا فندم. حد انا بسال حضرتك في منتهى الهدوء. ده 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 النسب اللي موجوده عندك دي حضرتك استاذ احمد دي قديمه ولا مش قديمه؟ ايوه قديمه. اه رقم. وعايز اطمنك بقى، بص بقى عشان تبقى احنا مع الوزير فيك. اقرا ست الكل قريها بقى خلاص. برقم 49 لسنه 2015 والمنعقده بتاريخ 31/8/2015. يا استاذ احمد ايه اللي قديم فيها بقى يا جماعه؟ ده الجلسه اهو، حتى مذكره للعرض على السيد الاستاذ اللواء رئيس قطاع الامانه العامه. بس بقول لك تحت. لا 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 وريني لو سمحت. طيب والله يعني خبيها. دي اللجنه 49 و50 دي رقم الجلسه. تمام. الكلام ده متوزع النسب دي وفق قرار وزاري سابق. تمام. لا الوزير مع الوزير الهلالي ولا اللي قبله، وانت تعلم ذلك ان القرار 365 قديم، واحنا فعلا بصدد حاليا خلاص بتعدل وعنده مشاركه. طب العضو كان بياخد كام يا دكتور؟ ما اعرفش والله. ها؟ يا ريت ما اعرفش. ها؟ بجد مش عارف. 10,000 جنيه في جلسه نص كم؟ ساعه. اربع اعضاء بيطلع لهم 205,000 جنيه. اربع اعضاء. نعم. بيطلع لهم 205,000 ده علشان عملوا بيهم الايه يعني؟ عملوا دلوقتي موافقه على كتاب. يا استاذ احمد الكلام ده اتعدل لما اتعدل الموافقه على كتاب ب 200,000 جنيه؟ اه لاربع هم اعضاء. مش عايزين حد خامس معاهم؟ ما اتغيرش الكلام ده. توقف ده حاجه توقف خلاص. هو الناس كلها عايزه تشتغل في الجلسات دي. ده ما تيجوا بقى تشغلونا احنا في الحاجات دي. ما انت مش بتاخد يا دكتور. انا كنت مش من الوزاره. ليه؟ لا مش وزاره ازاي؟ انت ضيف على الوزاره يا دكتور. الضيف يعني ايه؟ انت ضيف على التعليم العام. انت ضيف على الوزاره يا دكتور. في عائلات في الوزاره. لا 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 يا حبيبي. طب والثمان اعضاء اللي هم الثمان ابناء اللي متعينين في الوزاره بيتحققوا فيها دلوقتي ولا لا؟ هو لما يبقى واحد متعين هو واخواته في سنه؟ من امتى دول؟ من السنه اللي فاتت في 2014 و2015. لا ما اعرفش. متعينين امتى دول؟ في 2014 و2015 والله العظيم. خلاص ماشي. استاذ هشام من القاهره مساء الخير. مساء الخير استاذ امان. اهلا وسهلا يا فندم اتفضل. ازي حضرتك؟ انا على ضيوفك الكرام. الله يخليك يا فندم تسلم اتفضل. احب بس افتح لك قضيه ثانيه مهمه قوي سريعا اذا تكرمت. المعاهد القوميه، مدارس المعاهد القوميه، رئيس مجلس اداره المعاهد القوميه هو ولي امر منتخب من اولياء الامور اللي هو بيختار ان هم يكونوا اعضاء في الجمعيه العموميه لازم بموافقه مجلس الاداره. قصاد ان هو بيدي 25% تخفيض من المصروفات حقا بالقانون. دي نسبه 5%. يعني انا كولي امر يديني 25% خاص واروح اشتري سهم ب 10 جنيه عشان اروح انتخبه كل سنتين. دي رقم واحد. هو بقى اللي بيعين المدرسين وبيحدد مرتباتهم، وهو اللي بيرشح للمعاهد القوميه المدير العام والنظار. بمعنى اصح ان رئيس مجلس اداره اي مدرسه في المعاهد القوميه هو صاحب المدرسه الفعلي مش الدوله. تمام اشكرك يا استاذ هشام. شكرا. معانا استاذة امل من الشرقيه. مساء الخير استاذة امل. مساء الخير استاذة ايمان. انا الحمد لله يعني اتفضلي. اقول ايه؟ اهلا بحضرتك وانا بضيوفك الكرام. اهلا بيك يا فندم اتفضلي. انا بس عايزه اقول لك حاجه استاذ ايمان. كان الاستاذ احمد عمر كتر الف خير وكتب شاكرا عن الموضوع بتاعي في الاداره. اتفضلي يا فندم. ولكن لحد النهارده انا ماليش صدف اي حاجه، او المشكله بتاعتي الوزاره مش راضيه تتحرك فيها. ليه أنا يا فندم؟ حضرتك يا استاذه ايمان انا بتعرض بقالي سنه من 4 مسيطرين على الاداره. عامل نفسه موجه اداري في مدرسه، معلم مساعد في مدرسه، مدرس في مدرسه ثانيه. تمام. الاربعه دول انا مسكت سنتين مديريه مدرسه مؤسسه كامله، وبعدها مسكت رئيس قسم شؤون الطلبه. تمام. من وقت ما مسكت رئيس قسم شؤون الطلبه ونار مفتوحه في الاداره ان هم عايزين يسيطروا على القسم ويطلعوا بيانات مزوره. تمام. بهدف ايه يا فندم؟ نعم. هما بيعملوا ده بهدف ايه يعني؟ بهدف ان هما بياخدوا اجر مادي على كده حضرتك، وهم عايشين على كده بقالهم فتره. بياخدوا الاجر ده من مين يا فندم؟ بياخدوا الاجر هم من الاهالي نفسها، والاهالي موجوده وعندها استعداد تشهد في امتحانات المنازل وفي البيانات المزوره اللي بتطلع. تمام اتفضلي. ماشي. اشتكيت حضرتك في المديريه ورحت قابلت المحافظ رضا عبد السلام بيه. تمام. واداني قرار مصدق بشؤون قانونيه من المديريه ان انا افضل في مكاني كرئيس قسم شؤون طلبه وامتحانات. وبعدين؟ راحوا خدوا بعضيهم وراحوا قعدوا معاه وقدموا ورق انا ماليش علاقه بيه، وطلع تاني قرار مضاد من رضا بيه عبد السلام ان انا اتحول لمعلمه. رحت استنجدت بالمديريه بالاستاذ محمد حسام وقلت له استاذ محمد انا بستنجد بيك، انت المديريه، انت السلطه الاعلى عندي. تمام. طب اروح فين؟ ازاي ابقى مديره مدرسه سنتين؟ وازاي مدير شؤون طلبه؟ وايه الخطا القانوني او المادي اللي انا او الادبي اللي انا ارتكبته؟ تمام يا فندم.
استاذ محمد حسام رد عليا قال لي انا عارف ان انت مظلومه ومعلش وهعوضك. قلت له يعني ايه معلش وتعوضني؟ كويس. يعني اربعه زي دول يسيطروا على الاداره بالطريقه دي ويقولوا لازم تسيب مكانها؟ احنا متعودين يمشي كلمتنا في الاداره. اشكرك اشكرك يا استاذه امل. اروح فين يا استاذه ايمان؟ طيب تمام تمام. حاضر يا استاذه امل. استاذ محمد من المنصوره اتفضل. مساء الخير. محمود سعيد. استاذ محمود اهلا وسهلا اتفضل. اهلا بيك. اتفضل يا فندم. احنا عندنا مدرسه اسمها مدرسه احسان عياد دي ثانوي فني بنات. المدرسه دي عليها ابراج ضغط. ابراج ضغط. ايوه دي مدرسه تعليم فني. البنات هي. المدرسه دي المدرسه دي فترتين. تمام. وبدون صور. بدون صور وعليها ابراج ضغط وبتشتغل فترتين. المنطقه فين يا فندم؟ بالقاس الدمايره قريه الدمايره. تمام. المنصوره بالقاس قريه الدمايره. تمام يا فندم. أيوة. اشكرك يا فندم هوصل وجهه نظرك ان شاء الله هنحاول ورا المشكله تتحل. طبعا النهارده التربيه والتعليم لكن برضو دي مشكله لابد ان تؤخذ في الاعتبار. مين يا وليد؟ استاذ ايمن من الشرقيه اهلا وسهلا اتفضل. ماشي يا فندم. وطي التلفزيون بعد اذن حضرتك اسمعني من التليفون. ماشي حاضر. السلام عليكم يا ايمن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل. من عينيا. حاضر. السلام عليكم يا ايمن. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا مرحب بالضيوف الكرام. انا اسمي ايمن بالشرقيه. اتفضل. وبالمناسبه انا اساسا مدرس رياضيات كمان يعني. تمام اتفضل. يعني ابن التربيه والتعليم. تمام اتفضل. هو طبعا بالنسبه للبرنامج اولا هو بدأ بالمشاكل الدوليه والمدارس الخاصه والكلام ده، مع العلم ان النهارده الحاجه دي بتشمل حوالي عن 80% تشمل حوالي على انا اسف 10% من المجتمع المصري. تمام. النهارده لما ابص الاقي مثلا 90% كعامه الشعب يعني لما جم يحلوا مشكله رغيف العيش ما بصوش اساسا. يا استاذ ايمن بعد اذن حضرتك مشكله حضرتك ايه؟ لان احنا فاضل لنا دقيقه. مشكله دلوقتي ان احنا بالنسبه لنا عايزين مدارس اساسا تتفاعل. تمام. يعني عايزين مدارس تتفاعل. تمام اشكرك. تمام. يا استاذ ايمن. دكتور رضا انا عايز اسمع من حضرتك كلمه اخيره. معلش اسمح لي يا استاذ احمد، يعني دكتور رضا لازم يتكلم ولازم يقول وجهه نظره اتفضل. كتعليقات على اللي حضرتك عايزه. هو في مجلس اداره منتخب جاي وفي الاستاذه امل تتفضل تجي لي مكتبي مفتوح. اشكرك. وانا تحت امرها ولو لها حق هتاخده 100%. اشكرك. عايز اقول ان في جهود، يعني مثلا حضرتك استاذ احمد تعلم ان احنا بنراجع المناهج في ضوء المناهج العالميه للدول العالميه. تمام. والسيد رئيس الجمهوريه لحرصه الشديد على اهميه المنهج وان المنهج ده حاجه، وانا بقول منهج ما بقولش مكرر وانت تعلم هذا، ان احنا بننسق الوقت ان يبقى في لجنه قوميه. تمام. لمراجعه المناهج ومراجعه المصفوفه، مصفوفه المدى والتتابع. دكتور رضا حضرتك افضل واحد يعمل منهج. ليه؟ ليس مجاملة للدكتور رضا. انت بتثبتني يعني؟ لا والله العظيم ليس مجاملة، لأن الدكتور رضا اشتغل مدرس. صحيح. ما أنا عشان كده أنا حسيت ده سنوي. عشان كده سألت دكتور يعني رضا. يعني فاهم يعني إيه؟ لأن إحنا بنتكلم عن المناهج يا فندم ما اتغيرتش بقى 60 سنة. فاهم يعني إيه منهج؟ لا إحنا بنغير. فندم القصة المنهج عندنا يا دكتور إيمان هانم إن إحنا طوال الفترة أنا ماسك التعليم قطاع التعليم من سنة 93. تمام. اللي بيحصل في المنهج إن أنا بعمل منهج لغة عربية. أنا بحب الدكتور رضا بديله منهج ثالثة ابتدائي. بحب ايمان هانم يا فندم. يا فندم هتكلم نتكلم بصراحه. مش عايزين مسابقه. ايه مسابقه السنه اللي فاتت؟ مش مسابقه وبيتاخد الفايز. فندم ينفع ان انا اعمل منهج الدكتور رضا يعمل منه سنه ثالثه وايمان هانم تعمل رابعه وسين يعمل خمسه؟ لازم لجنه كامله تحط المنهج. يمكن لما السيد رئيس الجمهوريه استشعر القلق الشديد بشان ملف التعليم عملنا حاجه اسمها المجلس التخصصي او المجالس المتخصصه. المجلس التخصصي للتعليم. وفي المجلس التخصصي للتعليم برئاسه السيد رئيس الجمهوريه بشكل مباشر دكتور طارق شوقي رئيس المجلس التخصصي للتعليم قال ما نصه ان التعليم في مصر فشل فشلا ذريعا واحتل المراكز الاخيره على مستوى العالم مما تسبب في كسر الإبداع عند الطفل المصري. وأكتر من كده بيقول كمان دكتور طارق أن الوضع أصبح لا يتحمل قص ولزق، لكنه يحتاج لإعادة نظر كاملة وشاملة في منظومة التعليم في مصر. بالظبط كده. الكتب بتاعتنا كلها قص ولزق. يعني مفيش مصفوفة مدى وتتابع موجودة أصلا؟ سؤال يعني. يعني المنهج لا مفيش. أنا بذاكر لولادي وبقول إن لا مفيش. ما أنت حضرتك لا أنت اللي بيجي لك كتاب.
لكن مركز تطوير المناهج بيعمل هل حل المناهج ان انا احذف؟ لا يا سيدتي لا 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 واثر على المحتوى العام لا 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 للمنهج؟ مفيش في سكه هل الحذف في تتابع ولا ايه؟ بيجوا اخر السنه لا لما يتزنقوا يقول لك احذف الفصل الثاني والثالث وشيل السابع الاولاد بيطلعوا في الاخر بعد احنا في سنه من السنوات في سنه من السنوات فأحد الوزراء كان وزير للتربية والتعليم وجد أن الطلبة المرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي مقرر عليهم المتواليات الطلبة ما كانتش درست المتواليات في المرحلة الإبتدائية. بص حضرتك بص حضرتك في مصفوفة وأنا أعتقد أن الفرصة جميلة جدا بسيد رئيس الجمهورية مع الوزارة أن في لجنة قومية هتتعمل بالشراكة وده هتبدأ تراجع مصفوفة المدى والتتابع ودي واحدة من الحاجات ان لازم نركز فيها بقى على البيج ايديا والميجا كونسبت الحاجات اللي فيها المفاهيم الكبرى ونبتعد عن الحشو ويبقى فيها تتابع وفيها مفاهيم بتنمو حلزونيا هو ده انا اعتقد ان الفترة القادمة ان شاء الله واسمح لنا احنا نقوم بدورنا كاعلام ان احنا نتابع مع حضراتكم لان ده واجبنا وده شغلنا وانا هكون في اسعد لحظات حياتي لما اشوف ان التعليم ان صلح حاله حضرتك اب وانا ام واحنا اولياء امور كلنا عندنا اولاد في مدارس نتمنى دايما نشوفهم في احسن حال واعتقد ان الامور هتنصلح بصلاح حال التربيه والتعليم بقول التربيه والتعليم لانه في بعض المدارس بتضطر ان هي تطلب الشرطه للولاد بعد اثاره احداث عنف معينه انه المدرسه نفسها اصبحت غير قادره على الطلبه فهنا احنا عندنا خلل مش بس في التعليم لا ده كمان في التربيه كمان ايدينا في ايدين بعض هنقدر نحل يا دكتور رضا والمساله بعيده تماما عن فكره ان احنا مش عايزين نقعد مع بعض او مش عايزين نسمع لبعض او ان احنا بنتصيد لبعض الاخطاء لا 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 في الاخر الدول كلها ماشيه ناحيه التحالفات بالظبط فاحنا كمان لازم الوزارة مع الاعلام مع الصحافه نقدر ان احنا نحط ايدينا على المشكلات نشخص صح نحل صح تمام. بس حلول جذريه بس ارجوكوا بصوا على النقط المضيئه عشان يبقى في طاقه ايجابيه النقط المضيئه مهمه وموجوده ولكن احنا عندنا مشاكل كتير اكيد طبعا وانا فين المجهود بتاع الوزاره يا دكتور لا ده يوم من اول النهار بقى استاذ احمد استنى اختم الحلقه طيب ونقعد نتكلم احكي لك بقى واحده واحده انا اهو طب انا عندي فكره حلوه قوي استنى بس دكتور رضا لا 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 التتر هينزل دلوقتي هذا البرنامج وفي 12 محور اسال حضرتك سؤال ممكن اطلب حضرتك طلب على الهواء قدام الساده المشاهدين انا بحترمهم وهم تاج على راسنا يعني ممكن تسمح لي انه يوم الاثنين اللي جاي نكمل كلامنا ونفتح مجال للجمهور اكتر ان هم يتكلموا عن مشاكلهم لان هم اكتر ناس عايشينها ونقدر ان احنا نحاول مع بعض نحلها انا عايز اقول لك ان احنا كلنا عشان تخاطر اولياء الامور والطلبه اشكرك اذا كان هناك سيد في العمليات التعليميه في بطال بالظبط يعني موافق طبعا المدرس معادنا يوم الاثنين الجاي المدرس بص يا ريت بس بس في حاجه استاذ احمد عمر ممكن تسمح لي تكونوا موجودين مع بعض انا بالعكس يا جماعه هو احنا هو في اشكركم جدا دي موافقه على الهواء قدر الدكتور رضا واحترم وانا احترم حضراتكم جدا انا احترم الدكتور رضا واحنا ميعادنا يوم الاثنين القادم ان شاء الله نكمل احنا كلنا عايزين نكسب اشكرك الوطن اهم من اي حد فيه اشكرك جدا جدا على هذه الايجابيه وعلى سعه صدر حضرتك دكتور رضا اهلا بك استاذ دكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزاره التربيه والتعليم شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا ان شاء الله يوم الاثنين استاذ احمد عمر الصحفي في جريده المساء شكرا جزيلا لحضرتك انه حضرتك اخذت على عاتقك ملف حقيقي مهم وحقيقي ثقيل من سنه 93 ده رقم يذكر يعني لحضرتك وبالتوفيق يعني ان شاء الله في الاول في الاخر احنا هدفنا حل هذه الازمه المتراكمه او المزمنه انجاز التعبير إن شاء الله. شكرا لحضراتكم واشوفكم على خير بكره ان شاء الله في حلقه جديده من مفتاح الحياه الى اللقاء